نفس الأشياء والمعلومة كافية ليش ما فيش بس لو عايز تيجي معايا تغير بقى جواب تغيير الكيرف لو كان كده وبعدين كده بعد الحصه ما تخلص الفيسله يبقى بقوله لك ان شاء الله ماشي لا انا بتكلم بجد الفيسله دي ايه كلام تعبان اصلا حد يعرف فرق بين كلمه فيسله وبين كلمه سايرس اللي هو ايه بقى؟ واحدة 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 ساينس وما بين هولو فيسكس اورجان والسيرفس لكن فيسلا ما بين اثنين هولو فيسكس اورجانز عندي زي هنا زي الجنتال تراكت ممكن جرحم عندي مع مين قصادها؟ مع اليورينال تراكت وفي نفس الوقت عندي حضرتك الجي اي تي الريكتم ممكن يلحم عندي حضرتك مع مين؟ مع الجسد. انا نوعين من الفيسلا اللي عندي وصف. عندي جينيتو يورينال فيسلا وعندي جينيتو ريكتال فيسلا بالمنظر ده. طيب تعال ناخد الاول القواعد بتاعت الفيسلا زي ما احنا ايه متفقين مع بعض دائما. ايه القواعد؟ تعال اقول لك ان اللي انا راح اقوله حضرتك عندي قدام هو اللي هيتقال ايه؟ ورا. يعني تقريبا الدنيا كافي ايه؟ كافي بيست من بعض كافي بيست من بعض اللي اتقال هنا واللي اتقال هنا عشان كده انا هعمل ايه؟ انا هكلمك على الجينيتال فيسلا زي ما هو قايل واخد لك اخر صفحه من حته البريمير تير لو قريته كده ده اخر حاجه مكتوب ايه؟ ريكتال فيسلا تمام؟ ريكتال فيسلا المهم ماشي يا ريس تعالى نشوف الاول الجينيتال تراكت فيسلا دي اخبارها ايه؟ جينيتال فيسلا عندي هنا ثلاثه وعندي هنا ثلاثه ادي اليوترس وادي السيركس وادي الفاجينا ادي اليوريتر وادي البلادر وادي الايه؟ اليوريتر. اي حاجه ممكن تلحم مع اي حاجه. يعني ايه عندي حضرتك عندي؟ يعني حضرتك مثلا ناخد السيركس ده ممكن يلحم مع اليوريتر، ممكن يلحم مع البلادر، ممكن يلحم عندي مع اليوريتر. الفاجينا ممكن تلحم مع اليوريتر، ممكن تلحم عندي مع البلادر، ممكن تلحم مع اليوريتر. كل حاجه من هنا مش كده تلاقي عندي كام نوع من الفيس لو قعدت تفكر؟ تسعه. تمام؟ كل واحد وحتى دي اهي نفس الكلام مع هنا ومع هنا ونادرا قوي دي بقى شبه مستحيله يعني تمام؟ اللي اليوترس مع مين؟ مع اليوريترا بعيده عن الهواء تمام؟ كل الفيسلس دي اللي يهمني فيها اثنين مين اشهر اثنين عندي؟ بالترتيب كام؟ اشهر واحده على الاطلاق ده هيك اسمها ايه؟ اللي بين البلادر وبين مين عندي؟ وبين حضرتك عندي الفاجينا بيسموها ايه بقى؟ بيسموها فاجينو فيزيكال ولا فيزيكو فاجينال؟ ليه انا حريص على التسميه؟ عشان لما اقول فيزيكو فاجينال مشكله العيانه دي ايه؟ ان اليورين بينزل من الفاجينا باتجاه انا بقول فاجينو فيزيكال معناه ايه؟ ان الست تقول الحق يا محمد النورمال ديشارج بتاعك ينزل مع مين؟ مع اليورين ففي فرق لا دي ساعتك اسمها فيزايكو فاجينال فيسلا. طيب وتاني واحده يبقى دي اول واحده مشهوره وتاني واحده مين عندي مشهوره؟ اليوريتر مع الفاجينا. عشان كده اسمها فاجينو يوريتريك ولا حضرتك يوريترو فاجينال؟ يوريترو فاجينال. الحق يا دكتور محمد البول بتاعي بينزل من الفاجينا مش النورمال سكريشن بترتجع عندي الى البول. حد اخد باله من حاجه؟ ليه انا قلت فيزايكو فاجينال؟ ليه قلت يوريترو فاجينال؟ عارف عندي بشتغل منين؟ من البريشرز من البريشر الاعلى للبريشر عندي مين؟ الاقل من الاخر هي الميه ما بتمشيش فين؟ مش العالي امال بتمشي فين عندي؟ بتمشي بالواطي تمام؟ يعني ايه بتمشي بالواطي؟ ليه البريشر عالي للبريشر عندي الاقل؟ هديك مثال لو عندي فيسلا ما بين اليوترس والبلادر حد يقدر يقول لي بقى اسمها يوترو فيزايكال ولا فيزايكو يوتراين؟ لو في فيسلا بين اليوترس والبلادر اسمها يوترو فيزايكال. البريشر جوه اليوترس عالي جدا. ده مصل اكتر من ايه؟ من البلادر. انما الفاجينا دي حد عارفها ايه بوتنشال سبيس؟ اه قافله على بعضها كيبل ما هي تتفتح. دي اسمها بوتنشال سبيس قافله على بعضها بس إيه؟ الفاجينا بريشر فيها قليل جدا انما اليوترس ده مصر ده حضرتك البريشر فيه عالي جدا
عشان كده الفيس عندي ده هي المفروض اسمها ايه؟ يوترو عربيتها مكتوب عندك غلط مثلا في الكتاب اسمها يوترو فيزايكل مش فيزايكل تراكت. حد عارف بقى يوترو فيزايكل فيسلا ايه شكله العينه؟ اللي يقول لي بجد الحق يا دكتور لما بينزل عندي الدوره بتاعتي جزء من الدم بينزل مع الايه؟ مع البول. هيماتوريا يعني عارف يعني ايه هيماتوريا او 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 مينو مينو يوريا يعني دم المنسز بينزل مع مين؟ مع اليوريا ولا العكس؟ الحق يا دكتور محمد اما البول البول بينزل من الرحم. مستحيل مستحيل البول عندي في البلادر مولو بريشر يجي عندي في اليوترس ابو ايه؟ ابو هاي بريشر. لا الحق يا دكتور دم الدوره بينزل مع البول. مينو يوريا على فكره الجدع وش كده اللي يقول على الصبح على ما لسه ما خدش الدرس لسه ما جاوبناش ايه الديفرنشال دايجنوز التاني اللي ممكن ينزل لي دم مع البول وقت الدوره واخدناه؟ اندوميتريوس حاجه انا قولها لك دلوقتي. طب ايه حكايه البريشرات دي يا دكتور وايه القصه دي بقى اللي انت عمال مصدعنا بيها من اول القصه؟ والله هي البدايه حضرتك عندي دي هي المهمه. ايه يا دكتور محمد؟ لان قصه فرق البريشرات دي لو فهمتها هتفهم اصلا يعني ايه فيزيو. زي ايه مثلا؟ زي امبارح انا تعاملت باللي حاسس ان مدينه نصر مش كميه الغازات اللي طلعت في المظاهرات يا لهوي السرينه بتاعت المدرعات وبتاع هتسجل هنا في حاجه اسمها حضرتك عندي حي السفارات تمام؟ لا ما فيهوش ولا سفاره ولا ده البيت عندي تمام؟ وايه الاخبار؟ وهنا في شارع وجنبية هنا البتاع بتاعت هيئه الطاقه الذريه وفي هنا حضرتك كان ساعتها المظاهرات شغاله واذان العشاء لجامع السلام اللي انا دايما اروح اصلي فيه. عادي جدا وبحترم نفسي وباخد حضرتك عندي العربيه بتاعتي وبطلع لبره وبمشي كده في الشارع في الشارع في الشارع ادي الفاجينا وبوصل لغايه هنا على الاخر واروح كده جاي على الجنيه اليسرى رايح للبلادر عندي. انا بحترم نفسي صراحه لان في شارع بين الفاجينا وبين البلادر واليوريسرا اسمه فيزايكو فاجينا الفاشيا فيزايكو فاجينا السيبتم. هحترم نفسي بصراحه عشان انا بس كل حاجه ملتزمه اللي جنبي بنروح نسيرش بارت في الجامع واضح عليا لغايه ما اختراع الزباله بعد ثوره 25 يناير انما ذهبت الاخلاق تمام. اسمه ايه؟ اسمه التوك توك اسمه الميكروباص. الميكروباص حضرتك عندي اللي هنا عايز يجي لي البيت عشان يوصل عيال المدارس. هل تفتكر ان الميكروباص هيحترم نفسه ويمشي كده 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 ويجي هنا؟ لا ابدا. الميكروباص لا هنا من الشارع ده وكل الشارع ده راح جاي ده في بردوره كده صغيره عمل ايه؟ اول ميكروباص حضرتك عندي راح عمل باك عمل كروسنج هنا. حصل ايكولوجي مان يعور عندي الشارع اللي هنا وهنا والعلمك والعربيات برضه احترمت نفسها واشتمناه في الاول قلنا ايه منظر الزباله ده؟ تاني يوم ايوه خش انت فهمت كده الدرس. تاني يوم الميكروباص اللي بعده، تالت يوم الميكروباص اللي بعده، عارف اللي حصل؟ كلها ايه عندي؟ كلها اسبوعين واصبحت بالقاعده بقينا كلنا بنغير واقول ليه افضل امشي في السكه الطويله دي من هنا من هنا؟ ما انا بقى عندي فيه شوف الشارع شوف التعويره في الاول اخبار ايه ما حصل عندي تعويره كانت تعويره عاديه بتنزل اخبار ايه؟ بتنزل نقطه نقطتين بول وتشبت العينه الحق يا دكتور محمد نقطتين بول من هنا فبينزلوا منين عندي؟ فبينزلوا من الفاجينا كلها عندي 2 ويكس وهذا اليورين اللي مشي عندي في هذه الابنورمال تراك ويل اريتيت ايه؟ ويل اريتيت الديفرنت وورز اللي جنبيه ويل اريتيت عارف رد فعل الجسم ان هو يعمل ايه عندي؟ يحط ايه تيشو؟ فايبرس عارف يعني ايه فايبرس تيشو؟ يعني الشارع ده بقى اتثبت بقى شارع رسمي غصبا عن عين الحكومه اهو 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 خلاص بقى ثابت اهو وبقى اسمها ايه تراكت؟ بقى اسمها فيستلس تراكت اتثبتها فايبرس تيشو لا يمكن يحصل لها ايه لوحده؟ يمكن يحصل لها سبونتينيوس هيلينج لوحده خلاص طالما انت عديت عندي الحد المسموح للتهريج الحد المسموح لو الحكومه ما صحصحتش اللي حصل ده وما عملتش ايه؟ وما عملتش عندي بروفلاكسس برافو عليك وسابت الدنيا لدرجه ان بقيت عندي ايه؟ بقى في عندي فيسلس تراك لازم تاخد عندي رد فعل اكتر يلا بسم الله الرحمن الرحيم حد يقول هو البروفلاكسز اللي عندي لو لقيت عندي ان الشارع اتحور لو حطيت فورسبس وجوالد البيبي الخنزقور ده هو كمان شد راسه عندي راح الحق اسم محمد اللي هو الحق يا دكتور محمد لقيت عندي فيه شويه بول ايه الحل؟ الحل حضرتك عندي ان انت قبل ما الاسبوعين دول يعني لان في الاسبوعين هيحصل ايه؟ سفلاته هيتحول الى فيسلس ايه؟ تراك بليز
ما تخليش الميكروباصات تعدي هنا، اللي محترم نفسهم يمشوا هنا، اللي يقول لحد يبقى جاي. مين قال ستارت بولد؟ ما شاء الله. الثلاث ايه الست على الاقل؟ 2 ويكس. ما شاء الله. يبقى الحل حضرتك عندي ان يتساب وادي الباج عندي بتاع ستارت البول وادي البالونه بتاعتها حضرتك عشان ستارت البول عندي ما تقعش، بحيث عندي دلوقتي لو اليورين هنا اسهل له حضرتك يمشي في هذه المنطقه الابنورمال ولا انت عامل له زحليه هيزحلق منها على طول؟ زحليه. والله العظيم لو مفيش ميكروباصات ماشيه هنا مش هيحصل اريتيشن، مش هيحصل فايبرس تيشو، يبقى حضرتك مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل تراكت عندي، هتقفل سبونتينيوسلي ودين ايه حضرتك؟ ودين 2 ويكس باذن الله. فده انا محتاجه. وعارف انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا ابقى عارف امتى هعور عندي حضرتك ايه الشارع ده؟ امتى هعور؟ عارف ايه الايتيولوجي؟ اصل جود دكتور عندي، ها العلاج ولا مين خير من العلاج؟ الوقايه خير من العلاج، انا عارف كويس ايه الايتيولوجي اللي يعور. نمره 2 ايكون عندي دايجنوز كويس، اقدر ايدنتيفاي عندي، مش واحد يقول الحق في شويه ميه صفراء نازله اقول قشطه قشطه مفيش مشاكل عادي، بعد ما بقول لك بالبروسس ميه صفراء بتنزل منين حق قلبي؟ تمام؟ الحاجة الثالثة عندي، في بعضكم قال ان اخد غرز ايه عندي؟ immediately. بس مشكلة الغرز دي من وقت الولادة التيشرز بتبقى ايه؟ ايجيبتس فرايبل. فيعني ممكن ناخد غرز ده حل، او الحل الثاني هنشوف طبعا الكلام ده، او الحل الثاني نسيب ايه زي ما قلت لك؟ اسطرة لمدة كام يوم؟ 14 دي بيسموها indwelling custom. حد عارف يعني ايه indweller؟ الدولر يعني قاطم، يعني ساكن قاعد، يعني طابع، يعني قاعد في هذا المكان، عشان كده اللفظ ده مكتوب عندك، اسمها دولينج يورين كاستر، 2 ويكس على الاقل. لا وكمان عرفنا حاجه، عرفنا عندي ايه الاكتف مانجمنت بتاع هذه التراك، جمع بيقول، جدع بيقول، عندي تراك ابنورمال بين حتتين، طب الحكومه هتيجي تعمل ايه؟ هتشيل الشارع ده وترجع تاني تفصل. تفصل عن تحط البردور التاني تفصل هو تيجي نعمل نفس الكلام. عظيم جراحه دي مش جراحه الطب كله، بس اللي يفهم الفكره بعدين تذهب الثكره. على فكره هو ده الدرس من الناس. تمام؟ ايه حضرتك؟ تعالى تيجي البلدوزرات تشيل الطريق ده وتعمل فرق عندي بين هنا وهنا. عارف احنا بنعمل ايه لو انت جامد؟ اول واهم حاجه عندي حضرتك اما باجي بفحص وبدخل ايديا حضرتك في الفاجينا زي كده نسيت شويه عد عايز معلش افتح كده بس يا احنا خالد اوكي بص يا خالد ما تجيب لنا اي تماثيل من التماثيل اللي عندنا دي فيها فاجينا كده ينفع اللي هي واحده ست كده هات التمثال الزجاجي مفيش مش استنى بس خد تعالى وهات لي السنس عارف السنس اللي هي الاله الحديد اللي عامله كده دي اسمها سنس سبيكلر اه المنويه دي تمام هات اثنين ثلاثة خلينا نرفع تعال تعال وهات كمان بص في كوباية اتراحت فين؟ الكوباية اللي فيها الكرة الكاوتشات الاسترس ماشي؟ مش محتاج كل كام فرنسي تمام فاحنا بنعمل ايه عندي؟ فكرت التمثال ده ليه؟ عشان اقول لكم انا بعمل اكزامينيشن لازم احط ايديا هنا من الفاجينا واحس ايه لو انت جامد واحس كمية الفايبرس تيشو اللي موجودة لا والله ده اللي اتعمل في رابعه بعد فضل الاعتصام بيشوف هتتكلف 80 مليون دولار ليه التفضيل المكان على قد كميه عندي الفايبرس تيشو اللي موجوده شوف بقى حضرتك عندي ايه اللي هيحصل سبحان الله انا لقيت عندي الدنيا عندي مش مليسه الدنيا حلوه او لو لقيت عندي مين عندي للاسف الدنيا اخبار ايه حضرتك عندي مليسه تخيل ان الدنيا هنا يعني مش مليسه يا دكتور يعني مش فايبرس تيشو كتير اسمعني شو انا عندي دلوقتي انا اخش عندي بتضيق بالجراحه هنا وعايز اعمل ايه؟ شايف القميص اللي انا لابسه ده؟ تمام؟ هو ده الوول بتاعت الفاجينا. طب والجوه الابيض الفانيلا اللي انا لابسها هي مين؟ الوول بتاعت البلادر، وبطني نفسها هي مين عندي؟ البلادر نفسها. ادي عندي الفتحه اللي شايفها كده. انا عايز استأصلها، شوف اعمل ايه؟ اول حاجه اخش هعمل عليها فتحه كبيره. ليه تقول لي تعمل فتحه كبيره؟ عشان ادخل ايديا. جامد موت يقول لي انا ليه بدخل ايديا دلوقتي؟ ده انا بفصلهم ده انا بدل ما هم كانوا تقريبا شبه لير واحده كده قريبه من بعض بدخل ايديا عندي وبفصل حضرتك عشان مش عايز الكلام ده يتكرر تاني بفصل مين لمين؟ بفصل عندي الفاجينا اهي من البلادر اهي عملتهم عندي
تو لايرز، عملت ليهم عندي سبليتنج بالمنظر ده. وبعد ما فصلتهم تو لايرز يا دكتور محمد هتعمل ايه؟ حاجه على هذه الفيسلس تراكت، وعامل فيها ايه حضرتك عندي؟ وهشيلها جراحيا هشيلها. طب وبعد ما تشيلها يا دكتور، والله دلوقتي طالما انا فصلت بايدي كده القميص من الفانيل ده، تمام؟ اقدر عندي وانا برجع وشلت خلاص الفيسلس تراك ارجع واقدر وانا بخيط، اخيط مين لوحده ومين لوحده؟ ايه رايك؟ اما خيط البلادر لوحدها والفاجانا لوحدها حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ حاجه جميله جدا. انت عملت كده كام لير وقايه؟ تو ليرز. والله برجع برد تاني باسم الله، عملت عندي مين؟ تو ليرز. والله انتوا جدعين، انتوا عرفتوا اسم العمليه دي من غير اصلا ما اشرح لكم اي حاجه في هذا الدرس. اسم العمليه دي ايه؟ اللي عندي حضرتك باجي على الفلات ده اهي اللي هي المفروض تقريبا شبه لازقه على بعض، واعمل لها سبليتنج. الفلات بعمل لها سبليتنج. فلات سبليتنج اوبريشن باسم الله. اعمل ايه عندي؟ ميرسي ربنا يخليك. شكرا يا خالد. خالد الكوبايه والكوره يا ريس. هو نسي. بسرعه جدا. تمام. فاسمها ايه عندي العمليه دي؟ يا نهار ابيض، زي ما احنا قلنا انت بتعمل الفلات سبليتنج. انا مش عايز حد يحفظ حاجه يا اولاد او كله بدماغ. طب اقول لك على حاجه ليها اسم تاني اللي يقول لي بعبقري، اسمها دادين دبلمنت اوبريشن. يعني ايه بقى؟ يعني ايه دي دبلمنت؟ يعني السنجل لاير خليتها ايه حضرتك عندي؟ خليتها دبل. السنجل لاير خليتها دبل. فصلت عندي مين؟ فصلت عندي دي عندي، برافو عليك، فصلت خليتهم عندي اثنين ليرز، تمام؟ ماشي. طب افرض بقى دخلت حضرتك بالاكزامينشن ولقيت الدنيا مليسه. يعني ايه يا دكتور مليسه؟ يعني فيها فايبرس تيشو كتير. الحق يا دكتور محمد، خير يا عم في ايه؟ العيانه مدام امال عندها فيسله رهيبه. طب وايه المشكله يا ابني؟ ايه المشكله؟ يا دكتور محمد شايف كده بالاحساس؟ حرك كده موف كده الوول اللي حوالين الفيستا. ايه ده؟ انت مالك؟ نطتها. شايف الفرق؟ شايف الاسسمنت في الموبيليتي؟ بص على حركه ايدي. شايف اللي فوق؟ لا موبايل. شايف دي؟ اتحركش. التيشو عندي حصل لها هيلينج ايه؟ وفابرس تيشو كتير قوي. ينفع بقى حضرتك اعمل هذا الانسيجن اللي انا بقوله وينفع افصل عندي ما بين التو ليرز؟ مستحيل، لان الدنيا مليانه ايه عندي؟ فابرس تيشو. طب حد يقول لي ايه الحل هنا؟ هنعمل ايه يا حضرتك؟ لا مش حل. بالظبط، انا اخش كده اشيلها كلها. انا اخش طالما ما عرفتش افصل هشيلها حضرتك عندي مين؟ كلها. بس اخدت بالك وانا داخل هنا من الفاجينا اكلت فين اكتر؟ اكلت من الفاجينا اكتر ولا من البلادر اكتر؟ ليه؟ عشان ممكن اعملها ستريتش يعني؟ ده مكاني، ده بيتي اللي انا فاهمه، ده بيتي اللي انا قاعد فيه من ساعه ما اتفرجت. انا البلادر دونت نو هير. انا باخد عندي حضرتك من الفاجينا اكتر، هنقدر نلمها متعود عليها. وباخد عندي من الايه عندي؟ من البلادر عندي مين؟ اقل اقل. انتوا عارفين ان شاء الله السنه الجايه في الجراحه اما تعمل انسيجن عندي جاست حضرتك عندي لايك ذات لايك ذات، عارف هيسموه ايه في الجراحه اما يبقى المنظر كده؟ بيسموه يقول لك شبه الطبق. مش عارف خدتوا حاجه زي كده ولا لا؟ هيقول لك عندي حضرتك الطبق الغويط ده بتاع الشوربه اسمه سوسر، عشان كده ما خدتوش حاجه زي كده. عشان كده العمليه دي اسمها ايه؟ سوسرايزيشن اوبريشن، زي الطبق حضرتك بتاع الشوربه الغويط ده. بس عندي هنا في عيب رهيب رهيب اللي يقول لي عليه بجد. ايه؟ هاخد غرزتين ولا غرزه واحده؟ غرزه. هو انا فصلت حاجه؟ انا لما ارجع لما تبقى ايه؟ مين العمليه حضرتك عندي الاحسن؟ دي طبعا، دي طبعا اللي هي دي دبلمنت. مين العمليه طبعا الأسوأ؟ دي طبعا، لان في فرق انك حضرتك عندي تفصل عندي اثنين لايرز ويبقى كل لير لوحدها اقوى من ان هي تبقى ايه عندي؟ وان لير. طب وليه وان لير؟ لان انا ما عرفتش مين؟ اسلك. طب ليه ما عرفتش اسلك؟ لان الفايبرس تيشو اخبار ايه حضرتك عندي؟ اكتر. برافو عليك. عشان كده بيسموا العمليه السيئه دي شبه طبق الشوربه سوسرايزيشن. وسبحان الله العالم اللي عملها اسمه ايه؟ سيمز. يا ترى سيمز ده عمل ايه؟ هو ده اللي انا جايبه لك الحاجه دي. عشان كده اقول لك عمل حضرتك حاجه اسمها ايه؟ سيمز. عندي مين؟ سبيكلم. هنشوف النهارده سيمز عمل ايه؟ زي ما همتحنك فجاه واقول لك بوني عمل ايه؟ ولسه حاجات كتيرة قوي لسه عملوا كتير قوي دول عندنا. وعارف سيمز ده؟ اعتقد اخدتوه في الاي ان تي السنه اللي فاتت. لا كان في حاجه اسمها سيمز بوزيشن بتاع اللوز، مش عارف تعرفوه ولا لا؟
لا والله بدوز اللوز اللي هم يعملوا اللوز وقاعدين كده بوم عشان اي تجمع هنا حتى سواهم ياكلوا ايس كريم كتير ومش عارف ايه حاجة ساعة عشان تعمل هيلينج هنا. ما انا خدته ايه السنة اللي فاتت؟ لو لقيه ان دي ما اتخدش فيه غير اللوز وما اتخد فيها ايه؟ ايه اشهر عملية في العالم؟ تكسوليتك تيز ان ايز ويليها ديز ان سيز بتاعتنا احنا دي ها ماشي ويتلوها ابنسكتومي. ما كنتش اخدت التوسليكتومي وانا رجليت من اشهر عمليه في العالم اسمها سيمز بوزيشن اسايف ده ما بيناش اسايف ده معايا دلوقتي حالا من هذا الكلام. طب بعد العمليات دي الحق دكتور مهند بعد النظافه انا مرعوب لست البول يجي في الحته اللي عامل فيها عمليه عندي. حد عنده حل؟ انا مش عايز البول يجي هنا يبوظ عمليه. حد عنده حل؟ احط قسطره لمده قد ايه؟ يظهر ان الشارع بيتقفل لوحده بخلال يا الشارع يتسفلت في خلال اسبوعين يتقفل في خلال اسبوعين. اختار لك حاجه. فاهم البوست اوبريتيف ستاب عندي هي مين حضرتك عندي؟ هي موضوع القسطره ده. يا دكتور ده انت دخلت فجاه فينا كده شمال في الدرس ليه؟ هو ده الدرس بمنتهى البساطه. هو ده القمه بتاعت الدرس، هو ده القمه بتاعت الدرس. انت محتاج ايه في هذا الدرس عندي؟ ماشي يا سيدي. اول حاجه محتاج ان انا اعرف مين عندي؟ ايه الاسباب؟ الايتيولوجي. برافو عليك. لا والغريب الاسباب اللي هقولها في الجينيتو رينال فيستلا هي اللي هقولها في الجينيتو مين؟ لا استنى. والغريب ان الاسباب كلها زي الاسباب العامه اللي انت عارفها ان الاسباب ممكن تبقى كونجنت غيره تروماتيك غيره انفلاماتوري غيره ولو ما عرفش احطها في مكان يبقى اسمها مين؟ مسليت. برافو عليك. يعني مفيش كلام غريب او كلام جديد. ماشي يا دكتور. اوكي. طيب وبعد كده يا دكتور محمد ككلينيكال بيكتشر اللي انت راح تقوله ولا حاجه يا سيدي. اما بقى قدام هقول لك ان عندي ايه انكونتنس، اما بقى ورا هقول لك ان عندي انكونتنس. اما بقى قدام اقول لك عندي يورينري انكونتنس، اما بقى ورا هقول لك ان عندي مين؟ فيكال انكونتنس. بس الجدع بقى اللي يعرف ان اليورين انكونتنس ساعات تبقى العيانه مبلوله 24 ساعه، عارف ساعتها بنسميها ايه؟ كومبليت. طب افرض مبلوله شويه وقادره تمسك نفسها شويه وتخش الحمام، كومبليت او ايه؟ او انكومبليت. برافو عليك. مبلوله شويه يعني ايه يا دكتور؟ وانا لسه شرحت ايه ابني عشان تقول لي؟ اسئله في قلب الدرس لو سمحت. والفيكال دي احيانا تكون عندي الفليتس واحيانا تكون عندي مين لو انت جدع؟ الستو. ايه الجمال ده يا ولاد؟ الستوز. برافو عليك. وعارف ايه اصعب حاجه؟ واصعب حاجه حضرتك عندي في الدايجنوز مش الكومبلين، اصعب حاجه عندي هي مين عندي؟ الاكزامينيشن. ليه يا دكتور اصعب حاجه الاكزامينيشن دي؟ الفيسلا دي صعب جدا تشوفها. اللي يقول لي يا ابني ال 50 جنيه بتاعت النهارده. اللي يقول لي الفيسلا ليه صعب جدا ان هي تتشاف هياخد ال 50 جنيه بتاعت النهارده. عشان الفاجينا ثرون انتو ايه؟ ثرون انتو روجيه. ده كلام صعب جدا جدا جدا. هتشوف ان العيانه بتتشاف بتتشخص في حضرتك عندي السيمز بوزيشن باستخدام حضرتك عندي السيمز سبيكلم. الله حكايه سيمز النهارده ده رايح. وهتلاقي ان الموضوع ده مش سهل. هتلاقي حضرتك ايه عندي؟ ان انت قبل حضرتك العمليه قبل العمليه بري اوبرتيف لازم تشخص العمليه كويس جدا قبل ما تعمل حضرتك. يا سلام يا دكتور الدنيا ابتدت تتضح عندي. برافو عليك. تمام. ان قبل ما اعمل العمليه لازم حضرتك عندي اشخص كويس جدا. ليه حضرتك؟ العمليات صعبه. عارف ليه العمليات صعبه؟ النوت عندي راديكال اوبريشنز نوت اكسيشنال اوبريشنز. امال اسمها ري ايه حضرتك عندي؟ ريكريشنال. برافو عليك. ريكريشنال اوبريشن ريكونستراكتيف ريكريشن. وده من اصعب الجراحات اللي حضرتك نسبة الايه عندي عالية؟ يا ولد طب طالما نسبة الفيلير عالية يبقى أهم حاجة هي مين؟ فلكسز. لأن حضرتك عندي أشهر كومبليكيشن في كل عمليات التصليح اللي يقول تصليح الهرنيا قال لكم جراحة أشهر كومبليكيشن تصليح كلاسيكال ريكارنس. تصليح كل فالعيانة هتزعل منك. طب النساء بالذات وقاية على فكرة بقى الطب كله بقى وجع تمام؟ بروفلاكسس. برافو عليك. عشان كده اللي هيبقى النهارده صعب عليا هو ايه؟ التشخيص الجيد قبل العمليه من شان ايه؟ ان احدد فين عندي الفيسلا بالظبط من شان ايه؟ اصلحها كويس. وبعدين مين اللي قال لك ان عندي فيسلا؟ ما
ده ممكن يبقى واحد واثنين وثلاثة، ممكن تبقى صغيرة وكبيرة، ممكن تبقى فوق في الوسط أو تحت، عندي أنواع كتيرة جدا. فهنشوف إزاي النهاردة what is the way إن أنا أيدنتيفاي من خلال حاجتين سهلين قوي، من خلال إيه؟ من خلال يا إما عندي أشعة يا إما من خلال عندي حضرتك إيه، عندي مناظير. يا سلام، من خلال صبغة أو من خلال مناظير. لا وتنكير اللي هيسري قدام سوف يسري مين؟ سوف يسري ورا. يلا أولاد، يعني حضرتك عندي الورقة اللي معاكوا دي اللي متوزعة حضرتك عندي، لا ولا ايه مش حاجة؟ يلا ولا الامتحان جه؟ حلاوتكم، حليتوا الامتحان كام؟ يا خالد حليتوا الامتحان كانسر اوفر؟ معناه انا كانسر؟ لا حليتوا، احنا بنحل بالايجابي. احمد يا حسن، احمد يا حسن، ماشي؟ هشوف انا اجاباتكم عاملين فيها ايه؟ يا خالد يا سوس يا مدام صحر، احنا لوحدنا ولا ايه؟ يا سوس بقول لك ايه؟ هينزل على الرواية والورقة بتاعت الفيس لو عارفها يجي يصورها، بس يفتح الباب كده ويوريها من غير ازعاج للشباب، وانا هعمل له كده ماشي؟ صورها الاول، يلا بقول لك يصورها ويوزعها كده كل حاجة في هدوء في هدوء في هدوء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، جيمس يورينر كيسلر. احنا الصفحة كام بقى؟ ذكرتوا الديسكشن كونفرنس؟ كتير ها؟ كتير، حاجات اللي مش فاهمينها قولوها لي في اخر الحصه. يلا اسمع، احنا صفحه كام؟ صفحه 149 تمام؟ صفحه 149 ماشي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عشان عندنا امتحان في الكولابس، امتحان تقريبا. يلا 149 ليه حطوا في صفحه 149؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ركز الاول على الجنرال فيسلا، ولو سمحت اعرف لي الفرق بين الديفينيشن اوف ذا فيسلا وديفينيشن اوف ساينس. وات ذا ديفينيشن اوف فيسلا؟ ده بالانجلش، ان انجلش بليز. يلا ذكرت الفايبرويد، يعني ايه تورشن؟ عارف الشفا وما هيقول لك يعني ايه تورشن؟ اه زي ما انت بتعمل تفضل تقول لي توينكل توينكل ليتل ستار، هاو اي وندر وير يو ار. اكزل روتيشن تمام؟ اكزل روتيشن. هنا برضه يعني ايه فيسله؟ هتفضل تعمله كده تمام؟ abnormal communication between two viscous organs. abnormal communication between viscous organs. طيب وساعتها على طول اروح لابك السؤال اللي بعديه، يعني ايه ساينس؟ زي ما قلنا في اول حس بين هولو viscous organ and the surface. and the surface ده الفايلو نيدل ساينس، حاجات زي كده تمام؟ ماشي؟ بين الهولو فيسكس اورجان ده وبين عندي مين؟ السيرفس، ده السايكس. طب عندي كام فيسلا؟ شايف الجدول اللي حاطه ده؟ حاطط لك عندي كام؟ 3 في 3. قال لي حاطط يوترس سيرفكس فاجينا، واضرب بقى مع اليوريتر مع البلادر مع مين؟ مع اليوريتر. طب ركز كده في هذا الجدول، في اثنين مسودوا مع الاخر. مين ومين؟ فيزايكو فاجينال فيسلا، هنكمل، ويوريترو فاجينال فيسلا. واي يا دكتور دول اهم اثنين؟ مين اشهر فيسلا على الاطلاق؟ شبه الكلام اللي بيجي بين السطور، فيزايكو فاجينال فيسلا. اشهر ذا كومنست تايب اوف فيسلا از فيزايكو فاجينال فيسلا. عندي حضرتك ايه؟ عندي بهذا المنظر. واللي هتلاقيه قدام هتلاقيه فين؟ ورا، برافو عليك. بس شايف ورا؟ شايف ورا؟ ادي عندي الريكتال فيسلا. لا اما نوصل لها بقى، اما نوصل لها بقى، هتعرف ان هم ثلاثه. ممكن تبقى ايه او ايه او ايه؟ ممكن تبقى هاي او ميد او لو، مالهاش دعوه بيها لغايه دلوقتي، مالهاش دعوه، ما تقلقش صحاب. ماشي؟ اوكي يا دكتور، حاضر. طب يا دكتور محمد، هذه الفيسلز اللي اتعملت سواء فيزايكو فاجينال او حضرتك عندي يوريترو فاجينال، هو مركز بقى خالص على الفيزايكو فاجينال فيسلا، تمام؟ ماشي. تعالى نعرف واحد ولا الثاني. اول حاجه عايز اعرف الايتيولوجي، عايز اعرف الايتيولوجي. الايتيولوجي العام كاتبه لك اهو. ممكن ابقى كونجنتال يا دكتور؟ during development. ممكن الاقي فيسلا من قدام وورا. اللي جامد يقول لي ليه؟ during embryology دي كلها كان اسمها ايه؟ ايه تراك؟ urogenital ridge. ده فوق كان اسمها urogenital ridge. طب عارف تحت دي اسمها ايه؟ ايه sinus؟ urogenital sinus. لو السؤال الام سي كيو المشهور، لو لقيت imperfect hymen مين اشهر حاجه هعملها تسيرش فور انذر انوملي؟ كارديوفاسكولار ولا سكيليتال ولا ريكتال ولا يورينري؟ يورينري. لو لقيت بيرفكت تايم اعمل اي بي بي على طول، اشوف في ايه عندي انترفينس بايلوجرافي، اشوف الدنيا فيها ايه. سكونجنتال ده يا دكتور اخباره ايه حضرتك؟ عندي نادر.
ومش هتلاقيها موجوده هنا، هتلاقيها كاتبها عندي فين؟ هتلاقيها كاتبها هناك في الريتا الفيس، بس انا حاطط لك الكلام العام. امال مين اشهر سبب حضرتك عندي؟ اشهر سبب هو تروماتيك. هتعرف حالا ان هو مجمع لك الاسباب كلها في لفظين انا حبيتهم قوي. ايه اللفظين دول؟ يا اما تروماتيك يا اما عندي حضرتك مين عندي؟ نكروتيك. طب ممكن اعرف يا دكتور محمد يعني ايه تروماتيك وعن ايه نكروتيك؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى عندي على مين؟ على التروما اللي انا بتكلم عليها دي. التروما دي يا اما تبقى تروما عندي اوبستاتريك، يا اما تروما عندي حضرتك سيرجيكال وانا بعمل جراحه، يا اما عندي تبقى تروما دايركت. على فكره الكلام ده مهم جدا. طب يعني ايه يا دكتور محمد التروما حضرتك عندي الاوبستاتريكس؟ ان حصل عندي تروما اثناء الولاده، واكتشفت ان التروما اثناء الولاده حضرتك عندي ممكن يبقوا حاجتين. استنى بقى منزل دي شويه صباح المنظر كويس. ايه يا دكتور محمد تروما اثناء الولاده؟ تبقى حاجتين، ان بيبي نازل وراسه اهي ومش عارفه تنزل، في نوع من انواع الكفاله بلبك ديسبربورشن، نزلت شويه في الحوض واتحشرت. حد عارف احنا بنعمل ايه؟ بروح مدخل اله اسمها ايه؟ فورسبس، وروح شادد الفورسبس دي وهي داخله ممكن ايه؟ تعور. مش كده حد يستخدم فورسبس دلوقتي ولا لا؟ على فكره انا بقول لك الايديولوجي عشان حاجه مهمه جدا لو انت جامد. هو ده السؤال هيجي لك. ايه هي عندي الديفرنت بروفلاكتيك مانجرمنتس تو افويد فيسلا ان ذا نيو ايرا؟ مش بقى الاسئله اللي زي ان ذا نيو جنريشن في الالفيه الجديده، تمام؟ نيو ميلينيوم. وساعتها اياك عمرك تحفظ ابدا بروفلاكس، لان بروفلاكس هو ايه؟ عكس الايديولوجي. بروفلاكس هو عكس معكوس الايديولوجي. طب يا دكتور محمد الاوبستاتريكس عندي هلاقي الاوبستاتريك تروما اكتر في الدول الايه؟ في الدول الجهله، في الدول الوحشه، في الدول المتخلفه. الأرض خلينا نعترف الحمد لله انهم اعترف بهذا الكتاب. طب والاوبستاتريك تروما دي اخبار ايه حضرتك عندي؟ نوعين، يا اما حضرتك تبقى دايركت. يعني ايه دايركت؟ يعني بحاجه زي الفورسبس. والله عمرنا بقينا نشوفها دلوقتي لان ما عدناش بنستخدم الات الحديد دي، فبقت اخبار ايه حضرتك؟ بقت نادره، بقت نادره. امال مين حضرتك عندي الاشهر؟ بقت حضرتك عندي الاندايركت. يعني ايه الاندايركت حضرتك عندي؟ يعني حضرتك اسمح للست ان هي تحشر هذه الحشره المنيله؟ ما حدش فيكم جه على الصبح واعتنى ان هو يفحص الحوض بتاعها عشان يشوف ان الراس شايف محشوره في الحوض ازاي؟ ايه الوضع ده؟ سي بي دي كفاله بلبك ديش، في عندي نوع من انواع عندي الكفاله بلبك ديش بروبورشن، الكره محشوره حشره مش عارفه تنزل اكتر من كده. عارف لو فضلت محشوره كده شايف اللي حصل؟ شايف الكوره ضغط على الايه؟ على الغوز. البلاد بس ماشيه ولا لا؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ اسكيميا. طب بعد اسكيميا نكروز، طب بعد النكروز سلاف، طب بعد السلاف هيحصل ايه هنا؟ فيستلا. هو ده اللي بيحصل وحياه ربنا. خير يا دكتور محمد؟ ده بقى اشهر سبب حضرتك عندي موجود دلوقتي في الدول المتخلفه لايك اس ان ايجيبت عندي. خير حضرتك عندي؟ ان الراس تتحشر هنا زي الكوره، وما الراس تتحشر هنا عظم الراس يضغط اجينست عظم عندي مين؟ سيمسس بيوبس. يضغط مين زي ما انت شايف؟ فاجينا بالادب. اسكيميا، اسكيميك نكروزز، سلاب حضرتك، ديجنريشن، وبعدين الحاجات دي تتقطع، وبعد ما تتقطع هتلاقي مين عندي اتكون؟ الفيسلا. برافو عليك. عشان كده بنسميها ايه بقى الفيسلا دي حضرتك عندي؟ بنسميها دايركت تروماتيك ولا بنسميها نيكروتيك فيسلا؟ نيكروتيك فيسلا. الجدع فيكم اللي بيقول لي انا اقدر افرق عندي بين الاثنين بمنتهى البساطه، بنعرف العيانه جايه بتشتكي لي بالبول امتى؟ اللي يرد بجد. مين هتشتكي في البو واللحظه بعد الولاده؟ طب مين هتشتكي بعد عندي اسبوعين؟ هي. طب ليه انا عملت الفرق ده؟ لان على بال ما يحصل نيكروزز وسلاف وديجنريشن وفيس ذا فيرما ات ويل تيك تايم. مش كده الفرق ده مهم جدا؟ ان الاندايركت عندي نيكروتيك فيس اللي حصلت من البريشر، على بال ما البروسس دي تحصل والتيشوز تقع تكون الست ولدت بقى لها يوم واثنين وثلاثه واربعه واسبوع واسبوعين واب تو شهر كمان. وساعتها تيجي العيانه بعد اسبوعين ثلاثه تقول لي الحق يا دكتور محمد انا بلاقي عندي في بول غريب بينزل مني حضرتك عندي منين؟ من الفاجينا. ساعتها اقول لها قادره تكنترول اليورين؟ تقول لي لا انا عندي نوع من انواع الان
ويبقى فايده النار في الانكونتنس ده هل هو ترانس يوريسترال ولا اكسترا فاجدرس امباح يوريسترال ولا اكسترا يوريسترال. هل هو بتكلم على سلاسل انكونتنس او ديتروزن استابيليتي؟ باخد بالك ان الاتيولوجي بتاعهم كله ايه برضو في الولاد فاجدرس انكونتنس. هل هو استراب ولا هو عندي حصل اكسترا؟ فتبقى هي دي مهمتي. انما اللي في التو واللحظه حضرتك عندي اللي هي بعد الولاده ايميديتلي مش تمسك نفسها دي بتاعت مين؟ بتاعت الفورسبس. يبقى شوف بقى الكتاب بتاعك هيلعب معاك في الام سي كيو الصبح ازاي؟ هيقول لك حضرتك عنه ايه اشهر فيسلا ان ذا ديفلوبينج. خد بالك من كلمه ديفلوبينج وديفلوب احنا اسمنا ايه؟ ديفلوبينج احنا اسمنا ايه؟ ذا لوزرز. احنا مش الدول الفاشله. برافو عليك. ففي مصر حضرتك بنسبه 90% اسباب الفيسبا اوبستاتريك ولا سيرجيكال؟ اوبستاتريكس. طب مين في الاوبستاتريك اشهر نوع اميز؟ دايركت فورسز ولا اندايركت اوبستراكتد؟ ايه انتوا كدكاتره مسؤولين وشاطرين وكويسين البروفلاكسز بتاع ان انا ايرلي 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 في الولاده اشخص ان في عندي مين؟ سي بي دي. ازاي اشخص في الفيرست ستيج قبل ما اتورط في السكند ستيج؟ ها؟ اسمه بارتوجرام حضرتك. شخص خبط بعد اربع ساعات بعد ساعتين اسمه خبط في ايه 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 الرت لاين. اصل لو انت مسيطر على الباور يبقى اكيد العيب فين وفين؟ في العربيه والطريق. كفايه فين كفايه فين؟ برافو عليك. هو ده الطب اللي يتقلب ثواب عند الله. طيب امال السيرجيكال تروما دي فين؟ على السيرجيكال تروما دي يا رب يا رب اشوفكم كلكم يا رب ما اشوفكوش كلكم يا رب خلال سنتين كلكم في انجلترا يا رب. يبقى السيرج ده هو اللي في الاي كانتريز في الديفلوب كانتريز. برافو عليك. هو ده التعورات الجراحيه وساعتها حضرتك عندي بتعور عندي ناتج عن ايه؟ ناتج عن المشرط بتاعك. برافو عليك. بتعور ازاي يا دكتور محمد؟ الله احنا مش جهله يا اولاد. انا علشان اعور عندي لازم يكون في عندي ايه البريسبوزنج فاكتور اللي يخلي واحد زيي اما يشتغل يعور البلادر مع الفاجينا او يعور اليوريتر مع الفاجينا. ان يكون في حواليا ايه كتير؟ ادفيجنز كتير. انا عندي محتاج بريديسبوزنج فاكتور اللي يقول لي البريديسبوزنج فاكتور يعني ايه ادفيجنز كتير لدرجه ان الدنيا ملزقه قوي 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 والفراخ جنب اللحمه جنب السمك في الفريزر كله مكلل جنب بعض. اسمه ايه الموضوع ده؟ يا ديفرنشال دايجنوز فروزن فيلمز. جدع اللي يقول ايوه الانبوبه بتبخ باص بي اي دي. ها الانبوبه بتبص دم اندوميتروز. برافو عليك. لا فاضل كمان واحده. احنا اذا خدنا اللفظ ده في انهي شابتر؟ الاسبوع اللي فات. طب فين بقى؟ كانسر اوفري. اما يبقى عندي ستيج حضرتك اثنين وارمة على الحوض كانت مكتوبه طيب تحت على الشمال ولا فوق على اليمين؟ فوق على اليمين كويس فوق على اليمين في الاكزامينشن مع مالتيبل نديولز في الدوجلاس باوش او اليوترو فيزيكال بين قوسين في الاخر مكتوب فروزن بيلفس. وايه رابع؟ ايوه ايوه هي دي الدماغ الزباله. ايوه هي دي الدماغ الزباله. ورابع حاجه عندي مين؟ الناس اللي عملوا كتير عمليات كتير. ها عمليات مش كده مش عايز البنات تستسهل. اه الولاده الطبيعي صعب بس اللي تتفحص وربنا مسهلها لك تعملي قيصريه يا حبيبه قلب مش الوجع. في حاجه اسمها ايه؟ الديورا. ده اشهر سبب حضرتك من القرف ده الالتصاقات الكتيره دي هي قيصريه في قيصريه في قيصريه في قيصريه. اجي انا بقى لاي سبب من الاسباب جالك فايبرويد وانت عندك حضرتك عندي 45 سنه جاي شلك الرحم البلادر لازقه هتتعور. حضرتك قال لي من الاسباب جاي اعمل لك حضرتك هيستريكتومي ديسفانكشن تروم بليدنج ما وقفش بالادويه ولا بالكحتايه ولا ولا بالهستيروسكوبك اندوميترال ابليجن الحرق والحلق هضطر اعمل لك استئصال رحم. يعور مين؟ يعور مين؟ يعور اليوريتر يعور البلاتر. برافو عليك. الكلام فين الجراحات المتقدمه المنتشره؟ هنا ولا في الدول المتقدمه؟ الدول المتقدمه. عشان كده 90% موجود فين عندي؟ في الديفلوب كانتريز. بالذات لما يبقى عندي مين بلبس؟ فروزن بلبس. ايه يا دكتور عندي فرنش ديجنوست بتاع فروزن بلبس؟ حاضر يا سيدي. واحد عندي بي اي دي سبيشالي نوع من البي اي دي كان اختفى على قليل انا التسعينات الثمانينات ورجع تاني مع الكافيهات والشيش. تي بي طبعا. عشان كده جابوه ايه؟ السنه اللي فاتت في الامتحان. متوقع يا بتسمع الكلام بتاع الهنود والكوريين اللي عمالين الشعارات والاستاذ بدي يقولوا ده عادي. محبطين عادي ان هو مش هيقول لك غير كل شيء سهل ولا كل شيء صعب. يقول لك كبر دماغك. كبر دماغك ايه؟ ده امتحان متوقع جدا كل حاجه فيه طبعا.
تي بي انتشر جدا في الكوميونتي. مين كمان منتشر؟ ليه الاندوميتروز منتشر في الكوميونتي؟ حقا ان احنا نعيش عالم من الهايبر استروجينيميا، تمام. والكانسر اوفري للاسف بيكتشف مبكرا ولا متاخرا؟ اخيرا ليت ستيجز. ومين حضرتك؟ وللاسف احنا محتاجين للاستسهال، يلا ولادي قيصريه كذا، مالتيبل بريفيوس لابوراتوريز، مالتيبل بريفيوس ايه سيرجريز، تفتحي بطنك كتير، التصاقات كتير، برافو عليك برافو عليك. طيب بكده تلاقينا في الوقايه اقول لك ايه؟ انت خايف تعور اليوريتر، انت خايف تعور البلادر، طب تعملهم ايه لو انت داخل وخايف تعوره؟ اللي جدع اللي يقول اعمله على جنب، اعملوا بروبر ديستكشن وايدنتيفيكيشن، برافو عليك، زي ما انا بقول ايدنتيفاي. على فكره ده اللي بنعمله. استنى يا ابني، لما تمد ايدك تحط كلمبات حبيب قلبي، فين اليوريتر؟ اهو. طب يلا سلكه وبعده على جنب. فين البلادر؟ اهو. طب نزله وبعده عني، عشان ما اجي اخد كلمبات يبقى الناس دي اخبارها ايه حضرتك عندي بعيد عنك. واضح ان اشهر حضرتك عندي سبب لليوريتريك فيستلا هيبقى ايه حضرتك؟ جراحه. خد بالك انا هحكي لك على تو فيستلا بالاساس 90% من الوقت على الفيزاكو فاجينال و10% في الاخر على مين؟ على اليوريترو فاجينال. بس انا بقولها كتير معاك الكلام، هتلاقي اشهر سبب لليوريترو فاجينال سيرجري، بقى اشهر سبب لتعوير اليوريتر سيرجري. يبقى اللي في الديفلوب كانتريز ده ممكن يعور البلادر وممكن يعور حضرتك مين عندي؟ اليوريتر. هاي هاي مش كده، تلاقيه هو الراجل اللي مملك الكلام ده فوق قبل الايتيولوجي وقايل لك الفيسلز نوعين، يا تروماتيك يا نكروتيك. يعني ايه حضرتك تروماتيك؟ تروماتيك بالفورسبس، تروماتيك بالجراحه. وعينيه نكروتيك؟ نكروتيك اوبستراكتيف ليبر، نكروتيك مثلا نيوبلازم وعمل حضرتك عندي في مالجنسي مثلا سي كانسر سيرفكس. وانتوا عارفين ان في نوع من السبراد اسمه ايه؟ لا مش لمفاتيك او فاسكولار، اسمه ايه؟ اسمه دايركت، فاكر؟ واطلع قدام حضرتك واعمل ايه؟ مالجنان فيسلا، وارجع لورا واعمل ايه؟ مالجنان فيسلا. انت عارف ان اشهر حاجه واسوأ شيء ميسلينيس عندي واصعب فيسلا هي ايه؟ هي الراديشن فيسلا. هتفكر ان الراديشن عندي بيشتغل ازاي؟ اللي يقول لي بجامع عند ارثرايتس اوبليترانس، برافو عليك. عشان كده دي انا عايز اكتب جنبيها اصعب فيسلا. ايه اصعب فيسلا؟ انت معتمد على الهيلينج بايه؟ What is the most important factor for tissue healing؟ موجود بيرسان الاكسجين كارين كاباسيتي، الهيلينج ده از ان اكتف بروسس. مش كده على فكره العيانين اهم حاجه يخشوا بري اوبرتيف، لازم تطمن على الصحه العامه حلوه عشان الهيلينج. الاي بيرسانت عندي الهيموجلوبين بيرسان. على فكره بقى من الاخر كده، خد الكلمه دي من حلقه من بق ودن اخوك الصغير، الصحه والنظافه. ما تخشش تعمل عمليه غير لما المنطقه اللي انت داخل فيها نظيفه، وده هيبقى مني كارثه دلوقتي، والصحه العامه تكون كويسه. ماشي يا ريس، اوكي. عشان كده بقول لك هيوصل دم ازاي للتيشوز اللي هتصلحها؟ هتتصلح ازاي الفيسلا وانا عندي اند ارثرايتس اوبليترانس؟ عشان كده دي ايه؟ اصعب فيسلا. فين بقى الايتيولوج ده مكتوب عندك ازاي؟ شوف مكتوب ازاي. يقول لك فوق خالص مكتوب كلمتين انا مش شايف لهم اي لازمه، يقول لك يا اما تروماتيك يا اما نكروتيك. والله انا عايزك تحلقهم. وتروماتيك زي ايه؟ يقول لك زي 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 دي الفورسبس، زي دي ترومه الجراحه. ونكروتيك زي ايه؟ زي الاندايركت دي، زي بتاعه الاندر اتراكس اوبليترانس دي. ما هو برضه هيحصل تيشن كروز، ما عادش في دم. طب ليه؟ ليه؟ هم اهم سببين. اه بس انت بتحير العيال ليه؟ وبعدين ليه بعد كده مش كاتب الاسكيما العامه؟ ليه كاتب بوستاتر تروما ده سيرجيكال تروما؟ يا عم دي الاسكيما العامه اللي انت هتذكرها في الريق، ليه تحفظ العيال مرتين؟ يظهر ان كاتب كل شابتر غير التاني، دي بتبقى ميزه ورق الدروس بقى، بس مش عايز يذاكر ورق الدروس، عايز يذاكر من الكتاب. هناك بقى في ريتا فيسلا يقول لك الاسباب العامه، واحد كونجنتال مش عايز تعرف غير ان هي ايه؟ نادره. اثنين تروماتيك، بس انا عايزك تعرف الترومز السنه دي عندي، الترومز السنه دي عندي ثلاثه. يا اوبستاتريك يا سيرجيكال يا ايه؟ دايركت. دايركت يعني ايه؟ يعني واحده مثلا واحد جاب مطوه وانتقم من مراته و لا طبعا مش حاجه دي. احنا خدنا دايركت تروما امبارح في البروجرس وانتم مشغولين، حاجه بتتساب لي انا. لو اتسابت اكتر من ثلاث دي كارثه. لو اتسابت لي من فتره طويله. في دايركت تروما ثانيه احكي لك عليها في الريكتور فيسلا وحشة قوي. ايه يا حضرتك؟ ليلة الجواز. ده بالذات عند الصعيد والناس دول، تمام؟
مش ده بيسموه حضرتك الهايمن ده عبارة عن ايه؟ اوطى حاجة بيسموه الفلور عند ليلة الدخلة الطاولة دي اسمها ايه؟ دي فلور اسمها دي فلوريشن واقول لك ان ازاي حضرتك عندي ان الساعة 6 الصبح واحدة حاطة ايديها على الجرس مين دي؟ امها وحماتها الاثنين عايزين يشوفوا ويعرفوا ايه اللي حصل هو العادات المتخلفة كل دي عادات إسرائيلية احنا الفراعنة ما بنعملش كده ابدا تمام معانا تشوف التوتر اللي هيحصل وهيبج رش بطن رش ازاي بعدين انفلاماتوري طب ولو حصل عندي هنا في المنطقه دي اي ابسس ما الابسس بتفتح هنا وهنا يبقى دي السكيما العام وبعدين يا دكتور محمد ايه اللي حصل النهارده مع رشا دي كان حظها زي الزفت دي وقعت حضرتك عندي باحد اسباب اليورين فيسلا سواء رشا دي ايجيبت جت عندي حضرتك بإندايركت فيسلا او دايركت او سواء رشا دي غونس اللي جت حضرتك عندي بان حصل لها سيرجي زي كده اتعمل لها استئصال للرحم اتعمل لها كلاسيكال ريبير اتعمل لها حضرتك القيصريه نمره 5 اي جراحه اتعمل لها مايومكتومي حضرتك اي جراحه بس المهم يكون في عندي مين بريديسبوزنج فاكتور اتعمل لها حضرتك هيستريكتومي من هنا داخل كلاسيكال ريبير من فوق هيستريكتومي من هنا مايومكتومي وش معنى القيصريه تعور البلادر القيصريه بتاعتنا اسمها ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت لور سيجمنت انا لازم افتح هنا عشان البلادر قريب مني ازاي لو عندي هؤلاء الحاجات دي وايه اللي حصل؟ وجات البنت رشا بتشتكي من ايه؟ جات بتقول لي الحق دكتور حماده انا حضرتك عندي بعد سيرتن ايتيولوجي ابتديت افقد التحكم فين؟ في البول اي ام انكونترنت ناو ام لوست عندي ماي كنترول ان يورين بس لازم دايما تذكروا لي ايه؟ بعد سيرتن ايتيولوجي اصل هو ده في الشفوي كده في الشيت كده في الكيس كده لازم يكون عندي مسبب الاول طب ده حصلت ما بعد جراحه حصلت بعد فرص بعد ولاده صعبه طب وايه الاخبار هتلاقي في اتنين واحده هتقول لي انا مبلوله 24 ساعه والتانية هتقول لي احيانا مبلوله واحيانا بتحكم عندي في نفسي ورا الحمام اللي يقول يبقى جامد هو انت اليورينري فيسلا ده ايه اللي هي الفيزاكو فاجينال فيسلا دي انا توقعي ايه توقعي ان الاصل ان هي يبقى عندها ايه عندي يورينري انكونتنس كومبليت يعني ايه كومبليت؟ اي ندعه بول بتيجي هنا من اليوريتر اليمين او الشمال ايه الاخبار؟ بتلاقي تراكت فبتروح بره ايه؟ ماشيه فيه على فكره لو اتكونت التراكت المتسفلته اللي بنتكلم عليها من اول الحصه ده ايه الاسهل؟ امشي بالسكه دي ولا امشي بالسكه دي؟ لا مين قال بريشر؟ ما شاء الله السكه دي صعبه عندي هنا حضرتك خمس حاجات قافله ها يلا احمد بقى من جوه لبره يوريترا ميكوزا والكو افتل على بعض وحواليا في ايه؟ فاسكولاريتي الاستروجين محسنه قوي وعامل حضرتك عندي سفنجة وعندي من بره كام سفينتر؟ اثنين واحد انترنسك واحد اكسترنسك لا وكمان في مصل عامله عندي انجيوليشن حضرتك عندي فالدنيا هنا لكن مين السكه السهله السالكه اهي وال 24 ساعه مبلوله انما يعني ايه بارشال انكونتنس بقى؟ قول لها يا دكتور محمد احيانا بلاقي بول نازل واحيانا بيبقى عندي ديزاير والرغبه ان انا اخش عند الحمام. عارف الاستثناء امتى ده؟ في نوعين من الفيسله اللي يفسرهم بيبقى عسل قوي. الفيسله اللي انا بحبها حضرتك الاولانيه هي اللي اسمها الهاي فيسله. قول لي بقى ليه؟ قول لي بقى ليه؟ طب تعالى نتاملها بسم الله الرحمن الرحيم ادي اليوريتر زي ادي اليوريتر زي ادي حضرتك عمال تنزل بول ادي البول 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 ها ايه الاخبار؟ بينزل عليها حاجه من الفاجينا؟ لا يمكن. طب ادينا وصلنا عندي ال 150 سم هيجي لنا الرغبه؟ هيجي لنا طب لو دخلت الحمام شغال خالص. ادي ينفع تخش الحمام. طب امتى هتشتكي تقول لي احيانا بقى بول بينزل عليا؟ لو مسكت نفسها وفضل البول يتجمع لغايه ما بقى فوق ساعتها هينزل عليا. حلوه دي. يبقى دي عرفت يعني ايه بارشال او انكومبليت؟ احيانا بينزل بول واحيانا ايه؟ I could control myself and I have desire. يعني ايه كومبليت عندي urinary incontinence؟ I don't have desire at all. طب ليه كومبليت urinary incontinence؟ She doesn't have the desire 24 hours. ان ما بتملاش. برافو عليك يا اوليف، ما بتملاش، البول دايما جوعان. فدي احيانا ممكن ايه؟ تملى. طب ايه حضرتك عندي السببين بتوعها؟ نمره واحد عندي هاي. طب ونمره اثنين اهي، دي بحبها قوي، سمول. اللي يقول لي ايه يبقى جامد؟ او برافو عليك، ازاي البالون؟
زي كلنا عندنا كده الحكايه دي قبل كده. لو البالونه مليت حضرتك ميه وفيها خرم صغير مش كده، بس انفخها اكتر الخرم ماله هيوسع وساعتها البول هينزل. والله احيانا يا دكتور محمد ببقى ماسكه نفسي وعندي رغبه، اما يبقى في شويه بول صغيرين كده مش عاملين ديستنشن للمثانه احيانا ببقى عندي، لان شويه البول الصغير هيفتح الفتحه الصغيره دي ولا لا؟ لا ده الكافي. لكن يا دكتور اما بمسك نفسي اكتر من كده بلاقي البول بينزل عليا. حد عارف ليه؟ لان الفتحه الصغيره دي بتكبر. والله بص انا ضميري مش قادر يسمح لي ان انا ما اقولكش الاستثناء الثالث. ايه الاستثناء الثالث؟ ان فيصله معموله على هيئه فالف صماميه اسمها فالفلا، قصدي بيصير كتير قوي شفوي. العادي ان الانكونتنس كومبليت، انما الاستثناء ان هو يبقى بارشال انكونتنس او انكومبليت. في ثلاث حاجات، هاي سمول بط، يعني ايه فالفلر؟ يعني صمامي اتقطعت هنا فلاب معينه زي ما انا راسم كده فلاب. طب واحيانا الفلاب دي البول بي ايه؟ بيقفلها، واحيانا بتبقى ايه؟ بيعدي منها، حسب انت وضعك ايه؟ والبريشر اللي جوه عامل ازاي؟ في فلاب عندي حضرتك عندي، تمام؟ احيانا البول بيقفلها هبقى ماسكه نفسي، واحيانا حضرتك ما بتبقى مفتوحه هتلاقي البول بين، حسب كميه البول وحسب البوشر بتاعك ووضع الفلاب دي وفتحتها عامل ازاي؟ ما تفكرش كتير. هاي or small or valvular. ساعتها عندي تقول لك البيشنت sometimes I lose urine، I mean sometimes I'm incontinent، sometimes I have a desire. واحيانا بيبقى عندي مين؟ الرغبه. برافو عليك. طب وبعدين يا ست الكل؟ وبعد ما اتبليت البلبله دي يا دكتور عندي ايه يا ست الكل؟ ايه المشكله؟ قول لي اسكت يا دكتور محمد. البلبله دي كلها حضرتك عباره عن الريتيشن موجود في المنطقه دي. يا ترى عندي التراكت اللي اتعملت دي، البول اما ينزل في الفاجينا هيعمل ايه؟ الاورجانيزم اللي في الفاجينا لما تطلع لفوق هيعمل ايه؟ والشور هتلاقي العيانه عندها نوعين من الانفكشن، ايه وايه؟ فالفاجينيتس وريكارنت يوتي اي. ودي الحاجه المقرفه بالنسبه لي، اللي لازم حضرتك قبل العمليه يبقى عندك اهتمام بالايه؟ بالنظر. ازاي ادخل عيانه راح اصلح واعمل عمليه هنا وانا عندي يو تي اي وانا عندي فالفاجينيتس؟ يبقى حضرتك هتلاقي بلس اور ماينس حضرتك انفكشن عنيف. ده العيانه بتيجي الدكتور تقول التهابات يا دكتور رهيبه رهيبه، فالفاجينيتس رهيب رهيب. خدت بالكم من كلمه فالفاجينيتس دي؟ ايرينوسايكلايتس منينجو انكفالايتس، تمام؟ ها حد يديني تاني؟ اوروفارنجايتس. ها حد يديني تاني؟ سلفنجو اوفرايتس. فالفاجينيتس اثنين قريبين من بعض. رهيب يا دكتور، عامل لا يمكن تخش العمليه. عارف بعد شويه اقول لك في التحضير بنعمل ايه؟ بنحط هنا حضرتك ايه؟ بازلين على الفاجينا. اللي يقول لي ليه يبقى جامد؟ برافو عليك. ايزوليشن عشان البول يتزحلق، عشان البول ما يقعش على الفاجينا ويعمل لها اريتيشن ويعمل انفكشن. اقول لك بنحط كده ومكتوبه سبحان الله بازلين عشان البول ايه؟ يقع. طب وهنا حضرتك عندي ينفع اخش باليو تي اي؟ لا 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 لا. ما بقى يا دكتور محمد؟ كالشر وسنسيتيفيتي وصلح الفالفاجينيتس. ما بقى يا دكتور محمد؟ صلح الله يكرمك عندي مين؟ اليو تي اي. وحاجه اكبر من مستوى كتير بنحرج بيها العيال بتوع الماجستير، بس بيفاجئوا بهذا السؤال لاول مره في حياتهم. هصلح ازاي اليو تي اي؟ بقول له عادي، بدي انتي بايوتيك اكوردنج تو مين؟ بقول له ماشي. طب انا معاك لبكره الصبح، ادي لها كوكايين زبادي جعفر نظيفه وخليها تخش الحمام وتجيب لي عينه بول. وانا معاك للصبح لو عرفت تجيب لي عينه بول، لان اساسا البول ماله؟ حوش. وما تقوليش احط قسطره، لان القسطره دي اول نعش في ايه؟ في ان يحصل ريكارنت يوتي هاي بعد كده. مش قلت لك اليوريثرا از فيرجن انتيل كاسترايز؟ اقعد بقى من هنا ل 70 يوم بعد كده اقعد افكر ازاي العيان دي تجيب عين البول، مالكش دعوه. يبقى اسالني اون سايد على جنب، ما تضيعش وقت دلوقتي. ماشي يا ريس. اوكي، يعني في افكار، انا بحب الافكار. ماشي يا دكتور محمد. ايه يا لا مش شغال يا رشا. استنى بقى خليها تيجي. ايوه يا استاذ رشا، ايه المشكله؟ والله يا ريت انا حضرتك كنت بولد معاك من شهر. يا رشا وانا فاكر حاجه. وايه الاخبار؟ بقالي اسبوع ونص يا بس انا محرجه. خير؟ عندي التهابات رهيبه. خدت بالكم بالشيت ان في ناس الشكاوى بتاعتنا فضايح. هتلاقيها بتشتكي بالشكوى الاولانيه ولا بتلعب؟ بتلعب. ازاي الانفرتايل؟ انت فاكر ان في تاخد الشيت للواحده لما بتخلفش هتقول لك
مش جوازه بقى اربع سنين ما خلفش يا دكتور بخوره اهو بنفسها. طب انا حاجه ثانيه هتقول لك انا عندي جلوتريا هايبر بروتينيا ولا عندي مش تيز انا مش حد يقول ما تخلفش حاجه بتعز. طب ومعاك عيال قد ايه؟ معيش. طب متجوزه بقى لك يوم ثاني خمس سنين حضرتك كنت جاي عشان الافرازات اللبنيه دي ما انا اديكي ليها دواء ولا جاي عشان بيني وبينها دكتور تشوف وش احمر ازاي عشان ما تخلفش. دي برضو احد الحاجات اللي البنت رشا جت تقول ها انت جاي تشتكي من حريق قلبي. بص يا بيه حضرتك مولدين من شهر وابتدى ينزل عليها التهابات رهيبه. التهابات عادي عادي. لا لا يا دكتور مش عادي. بص هو في ريحه وحشه يا ست ما تقولي حاجه. بص يا بيه بقالي اسبوع ونص بينزل عليها مين؟ بول. انت مين يا ست رشا؟ انا اللي انت عامل لي عمليه من شهر. انا اللي انت مولدني في وسام الليبر من اسبوعين. انا اللي انت عملت لي فورسبس امبارح المغربيه. شفت لو قلبت الصفحه يمين شفت الدايجنوزز لازم اول حاجه هتقول لك ايه هيستوري اوف ايه عندي؟ اتيولوجي. اتيولوجي يا نهار اسود. وبعدين يا رشا ايه المشكله عندي؟ وعندي بقى يورينري انكونتنس. بقى الصراحه انا لازم اشتكي بقى بجد عندي يورينري. تعال تعال تعالى حضرتك عشان اعمل لك اكزامينيشن علشان اعرف ان عندي فعلا فتحه بول ولا ايه ولا لا. احسن اكزامينيشن بنعمله بآلة معينه في وضع معين. هل عارف الوضع اسمه ايه؟ ايه السيمز بوزيشن ده؟ زي البوست سيلكتنج بوزيشن. يعني انا بتبقى حاطه ايديا كده جنبها والتانيه رجليها كده وحاطه بقها كده عندي علشان اي دم يتجمع من الفارنكس بعد العمليه يقع لبره. تمام؟ ده الاسم السيمز ايه عندي بوزيشن. نفس الحكايه تبقى كده. تبقى العيانه حضرتك عندي قاعده بالمنظر ده. تمام؟ المنظر ده كده زي بالظبط ومدياني ايه حضرتك؟ مدياني ظهرها. والاكزامينيشن بتاع الفيس اللي مش من قدام. امال منين حضرتك؟ من الظهر. انت بتتكلم بجد؟ حياه ربنا. بنستخدم اله اسمها ايه؟ سيمز سبيكولم. طب والسيمز سبيكولم دي بتحطها فين؟ الفاجانا. عارف انت لو شديت البوستيريو فاجانا الاول كده انت شايف قصادك مين مفتوح عندي بمنتهى البساطه؟ انتيريو فاجانا الاول. انا ما صدقتش الكلام ده غير بعد دكتوراه بثلاث سنين وحياه ربنا هنا ما بقرعش. ساعات ما تلاقي في كده على اليمين فاتحه قوي هنا ما بقرعش. تمام؟ ايه حضرتك؟ ما كنتش مصدق ان الكلام ده بجد غير ما واحد عبقري زميلي اسمه احمد ابراهيم قال لي الكلام ده. قال لي عايز تشوف الانتيرو فاجينال الرول بمنتهى البساطه؟ قلت له اه. قال لي ما ينفعش كده. ما ينفعش تعمل كده. هتدخل عينيك من هنا ازاي؟ قلت له ايه؟ قال لي في وضع اسمه سيمز بوزيشن بسبيكلم اسمها سيمز سبيكلم عندي. دي اللي اسمها سيمز سبيكلم. الدبل اند دي ممكن استخدم عندي اي اند. بيبقوا مقاسات واحده صغيره واحده كبيره. ماشي. ولو جبت كده عندي ده لورا انت شايف مين مفروض قصادك؟ انتيرو فاجينال الرول كله مفروض. انتيرو فاجينال الرول كله مفروض. ولو سمحت اللي مطلوب منك ساعتها في الوضع ده انك ايه؟ ميرسي انا اسف. تشوفها وتحسها وتحركها. تحس كده ان هو شعر. ها؟ عايزك حضرتك عندي تشوفها وتحسها وتحركها. يلا قول لي يا جميل ليه عندي لازم عندي تشوفها؟ علشان اشوف حضرتك عندي هي سمول ولا ايه؟ ولا لارج؟ عايز طب اديني الثانيه. ها هي هاي ولا ايه؟ ولا لو؟ طب اديني الثالثه هي سنجل ولا ايه؟ ولا مالتل؟ مين قال لك ان قطعت قطعه واحده؟ ما ممكن يبقى كذا ايه؟ كذا قطعه. طب ليه عايزك تحسها وتحركها؟ اللي يقول لي يبقى جاهز. عشان تو اساس ذا ديجري اوف موبيلي ذا موست امبورتانت ستيب ان اكزامينيشن. الكتاب بقى مش منبع عليها الكتاب واكلها ما يفرقش معايا ده ببتنجانه. لان اللي بيمتحن اخر السنه واحد كده عبقري وفاهم هو بيعمل ايه ويسالك ايه اهم خطوه في الاكزامينيشن عندي. مش ان انا اشوفها بعيني ان انا حضرتك ايه احسها واحركها. تو اساس ذا ديجري اوف فايبرس تيشو. تو اساس ذا ديجري اوف عندي حضرتك ايه موبيليتي. ليه؟ لان ده اللي هيفرق العمليتين من بعض. يلا يا شباب لو لقيت الدنيا موبايل وجميله العمليه الحلوه بتاعتي اسمها ايه؟ فلاب سبليتنج ديدبلمنت. لو لقيت العمليه الدنيا عندي مليسه وفايبرس العمليه الوحشه بتاعتي اسمها ايه؟ يا نهار اسود سيمز عمليه. سيمز بوزيشن سيمز سبيكلم وسيمز حضرتك اوبريشن. لا واللذيذ اس 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 سيمز واس سوسري. سوسري يعني طبق شوربه من الاخر كده او طبق خضار سوتيه عشان انا وعمرو بنعمل دايت. تمام؟ ماشي طبق كده بالمنظر ده. ماشي ماشي يا ريس. فاهم حاجه هي اسسمنت اوف ايه اوف موبيليتي. اروح باصص كده لرشا بقول لها ايه؟ بص يا رشروشتي
انت بعد الهيستوري اللي يعني معترض جامد جدا على الهيستوري عشان كده كاتبه لك فوق. الهيستوري اللي بتقوليه ده مع الاكزامينيشن اللي انا عملته ده انا شاكك في بيت. تقول لي شاكك؟ لا انت مين قال لك ان انا اشوف هيستوري ده حاجه سهله؟ اولا في عندي مالتيبل ايه روجيه. تاني حاجه انا بشوف بول اللي لونه ايه؟ شفاف. لونه شفاف انا مش شايف حاجه. هتقولي يا نهار اسود امال هتدخلني عمليه على اساس ايه؟ لا لا انا لا يمكن ادخلك عمليه غير اما ايه الاول؟ احضرك كويس. يعني لازم اعمل لك انفستيجيشن علشان اقدر اعرف بجد 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 فين الفيسله؟ عددها كام؟ والدنيا ايه؟ واخبارها ايه؟ تقولي هتعرف ازاي عندي؟ اقول لها عندي دايما طريقتين عندي يا ايه يا ايه؟ يا سمع المنظار. تقول لي سمر يعني ايه؟ يعني اول حاجه في الانفستيجيشن برافو عليك اختبار عسل 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 اسمه ايه؟ ده ميثايلين بلو تيست. هتسمع عن فرانبل؟ هتسمع عن الريتروجريد انستليشن ان ذا بلادر الريتروجريد فيلينج اوف ذا بلادر بالميثايلين بلو. يلا نشوف الاختبار الجميل ده. نعمل الموضوع اللي انتم كنتوا محضره لكم تمام؟ ابتزاز محلول عادي سلاينا اي حاجه تمام؟ وفيها اللاي بتاعها الانترافينوس لاين وبنروح حاطينه في قسطره. روح حاطط قسطره البول بالمنظر ده وادي ازازه المحلول. بس احقن في ازازه المحلول صبغه زرقاء اسمها مسالين ايه؟ مسالين بلو. روح فارس 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 بحيث ان الصبغه الزرقاء دي تعمل ايه حضرتك عندي؟ تملى مين عندي؟ تملى البلاتر. تملى البلاتر. خد بالك انها تملى البلادر. هتملى اليوريتر ولا لا؟ عيب اللي ما بتقدوش بطنه وجراحه ممكن تجيب حاجات من قديم ومن زمان من الاولى والثانيه فيسيولوجي. لا ده لا يمكن اللي هنا يرجع لورا. في هنا ايه؟ صمام. عارف لو هنا رجع لورا ده اسمه بوزايكو هيريتيريك ريفلكس. ده نرجس السنه الجايه في البطن دي كارثه. مفيش ارتجاع مفيش بوزايكو هيريتيريك ريفلكس. ده يعمل باك بريشر على الكدني بيعمل بلاوي زرقاء تمام؟ امال ايه الاخبار؟ ميثايلين بلو كبير كبيره بس عندي حضرتك يعمل مين؟ يعمل بلاتر. بس يا سيدي. طب وايه الاخبار بعد ما تعمل كده؟ اهو زي ما انت شايف بعد ما ملينا البلادر اروح جاي حضرتك عندي وحاطط عندي عدد كام قطنيه في الفاجينا زي ما انت شايف؟ ثلاثه. برافو عليك. ثلاثه عندي جوز عندي بالكوتن جوز بالمنظر ده جوه مين؟ جوه الفاجينا. وتشوف بقى ايه الاخبار؟ وتشوف بقى ايه الاخبار؟ طبعا هي المنظر مش كده مش دي اليوريس ده البلادر المفروض واصله لغايه مين؟ ابر 3 فورس عندي. طيب حاطين لي يا دكتور القطنات الثلاثه دي؟ تعال ناخد اول مثال عندي. لقيت عندي القطنايه اللي فوق بس ركز معايا اتبلت لكن مش واخده صبغه زرقاء. اللي يقول يبقى جدع اتبلت بس مش واخده صبغه زرقاء. بص عليكم اتملت يورن بس مفيش صبغه زرقاء. مين قال يوريتر؟ ما شاء الله تمام. يوريتر برافو عليك. ليه حضرتك عن اليوريتر فوق اتبلت ما مش واخد الصبغه الزرقاء؟ امال عمال اقول لك الصبغه الزرقاء بتقف لهنا ولو ارتجعت فوق يبقى في حاجه اسمها فيزايكو يوريتريك ريفلكس. ما انا بقى اوجع دماغ كده ليه؟ وانت مش عرفك اصلا انت داخل على واحده ومعروف تشخيصها. انا بتكلم طب يا ولاد انتوا مصرين تتكلموا من وجهه نظر طالب عايز ياخد كلمتين في الدرس ويمشي. انا اعملها لك لغز. العيانه رشا جايه تقول لي حصل لي حاجه ومتبلبله ببول وعليها التهابات منيله ب 60 نيله وانا مش شايف اي حاجه بعينيا لان في روجيه فانا مش متوقع ايه. وخصوصا ويا دكتور سعادتك اللي عملت لي الاستريكمان وزر انت اللي عملت. حاضر يا ست الفيسله ممكن تبقى ايه او ايه؟ لاترال يونيتور. ما اعرفش. افرض بقى لقيت القطنه الاولانيه حضرتك متبلبله حضرتك ميه لكن مش واخده اللون الازرق جالها منين الميه دي؟ اليونيتور. والقطنه ايه؟ ما بتكذبش. طيب لقيت القطنه الثانيه اللي بعديها حضرتك عندي لا واخده صبغه زرقاء بجد. خلاص يبقى دي جايه من البلادر. وليه حطينا ثلاث قطنات عندك؟ في الكتاب هيقول لك حطينا القطنه الثالثه شو بيدس ما لقاش حاجه يكتبها. قال لك والبيدس كاركت. يعني هي مش مهم نرميها. لو الحشو جه عشان اللي فوق ما يقعوش. لا طبعا انت بتحدد مكان الفيسله. هل هي عندي حضرتك هاي شويه ولا ميد ولا لو؟ حط ثلاثه حط اربعه حط اللي تحبوه مفيش مشاكل خالص بس خليك حلو. افرض ما لقيتش ولا قطنه من دول مبلوله اصلا. لا يا ماما اليورين كونتنس بتاعك ده مش ترانس فاجينال ده شور ترانس ايه؟ يوريثرال. تعالي بقى احط لك اختبار قطنه ثاني ها والقطنه ما بتكذبش اسمه ايه؟ كيوتيب. اعمل احزاز كده.
ياش اسمه كيوتي تيست اللي كنت بأساس فيه درجة الايه عندي الموبيل. لا 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 انت عدى على الاسم اللي جنبنه في اسم جنبه بتاع هذا بتاع اليورين اناليسز واليورو داينامكس هناك هتلاقي راجل زنجي كبير يطلع لك ويدخل لك مسطرة وحضرتك يعمل لك حاجة اسمها ايه اليورو داينامكس تمام هحررها لك في اخر دي ماشيست كل يبقى دي الصبغة بتاعتي مهم قوي ريتروجريد فيلينج اوف ذا بلادر باي ميثايلين بلو كاست مهم قوي. طيب دكتور محمد وفي صبغات تانية ممكن تعملها بالروتين بقى اللي انتوا عارفينه ممكن من فوق ممكن من تحت بس بيني وبينك اللي انا الجاي لهم يلا ايه الصبغة اللي من فوق اي بي بي اسمها انتروفينوس بايلوجرافي انك حضرتك عندي الصبغة دي عندي حضرتك بتنزل من الكلى من الكلى في اليوريتر في البلادر في اليوريتر وتطلع لبره وتاخد اكس راي الكلام ده بنعمله ما بنعملوش بس هو مكتوب عندك. طب وايه اللي من تحت يا دكتور محمد اسمها سيستويرثروجرافي عارف يعني ايه سيستويرثروجرافي ليه الصبغة اللي من تحت وناخد اكس راي خد بالك في المسائل دي بس اخدنا اكس راي ولا لا ما اعتمدنا ان انا اشوف بعينيا الايه القطنة الجوز تست اسمه ده تريبل جوز تست ثلاث قطنات مش مبلبلين يبقى السيرف ترانسوريسم مبلبلين وزر يبقى في البلادر مبلبلين ومش زر يبقى يوريتيريك برافو عليك. امال ايه الاشعه دي بقى اللي انا بقول ده اسمه اشعه الصبغه اللي فوق اسمها انترافينوس بايلوجرافي طب اللي تحت ليه اسمها سيستويريثروجرافي ليه وقف بس على مرحله سيستويريثروجرافي ما قالش سيستويريثرويثروجرافي لانه مفيش ارتجاع ها مفيش ارتجاع من تحت لفوق سيستويريثروجرافي بس. واهميتهم ايه صبغات من هنا ومن هنا تاخد اكس راي يبين لك الفيستوس تراكت ارح عم الشيخ يا عم ده الفيستوس تراكت من اليوريثرا ارح عم الشيخ انت اللي جاي لي من تحت ده الفيستوس تراكت من اليوريثرا او في الوسط لا دي من البلادر ساعتها بقى تحسين الشوفان اقدر اشوف الحمد لله دي صغيره قوي وسط الكل دي ممكن تلحم لوحدها عارفه لو كنت جيت لي في اول اسبوعين كنت سبت لك قسطره وكانت لحمت لوحدها لا 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 دي عاليه 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 قوي لا 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 مش هشتغل من تحت عاليه بعيد عني هجيب بتوع المسالك يشتغلوا من فوق على فكره الفيسله دي بتاعتي ولا بتاعتهم؟ بتاعتنا احنا اللي مقسمين اشطر هم طبعا احنا جراحين اصلا تمام ماشي فعشان كده انا اشتغل اللي من هنا هم يشتغلوا البعيده هم يشتغلوا اليوريتيريك دي اعلى واحده طبعا اشتغلوا اليوريتيريك اشتغلوا الهاي فيسلز اشتغلوا ابدومنال هم دي دول عارف بالنسبه لنا بلادر بتتفتح كارثه ده هما بالنسبه لهم يفتحوا البلادر دي كتاب مفتوح يشقوها كده بالكتري حتى مش بالمشرط مش مشاكل هتشوف دلوقتي حال يا فاجينال روت يا ابدومنال روت الحق يا دكتور محمد عايزين نشخص الفيسلا كويس صبغه بس اللي هي ميثايلين بلو اشعه الصبغه من فوق انترافينوس فايلوجرافي من تحت حضرتك سيستويريثروجرافي طب نعمل الكلام الفارغ ده حديثا كله شغال بايه بقى؟ بالمناظير قصدي الكلام الفارغ اللي هو الاشعه بالصبغه لكن ميثايلين بلو تست ما زال هو الجولد ستاندرد الله يكرمك علم عليه صح هو جولد اب تو ناو حتى فين؟ حتى في امريكا في سويسرا تمام؟ في امريكا في الكاميرون في الارجنتين في هي غانا وقعت مع مين؟ الحمد لله شكرا لك يا رب غانا وقعت مع المانيا ومين؟ البرتغال وهيجي لكم قلب على مصر بتاع البرتغال تشجعوا مصر وتسيبوا البرتغال واسمه ليوناردو كابريو ولا مين اللي احنا بنحبه؟ كريستيانو رونالدو شكيل قالك يا ابو مسج معاه رحيم منظور يلا منظور يعني ايه منظور؟ سيستسكوب خد بالك بقى ده جميل قوي تمام؟ هتخش هنا بسيستسكوب طب وبعدين يا دكتور؟ اما اخش بسيستسكوب هتشوف ايه؟ هتشوف البلادر وهتشوف فتحتين فتحتين مين لو انت شايف؟ فتحتين اليوريتر برافو عليك شوف كده انت بتشوف ايه فلوكس بتشوف بول بينزل تشوف بول بينزل احيانا ما بيتشافش كويس البول ده امال نعمل ايه باجي كده عندها في الوريد واحقنها صبغه حمراء شوف الصبغه الزرقاء برسمها بالازرق الاحمر برسمه بالايه بالاحمر اسمها انديجو كارمين شايف الانديجو كارمين دي تنزل هنا بقى اهي صبغه اهي اهي تنزل كده شايف اهي تنزل كده ده ايه عندي ده النورمال طب يلا خد بقى الابنورماليتيز اللي عندي دي
افرض حضرتك عندي عملت السيستوسكوب، مش هفضل باكل شو اقول السيستوسكوب بالايديو كرمين، خليني اعلى على المستوى اسمها كرومو سيستوسكوبي. يعني ايه كرومو؟ الوان الوان، تمام ماشي. كرومو سيستوسكوبي، افرض حضرتك عندي لقيت عندي الصبغه الحمراء حضرتك عندي جايه ظاهره عندي هنا اهو، هنا اهو ادي عندي حضرتك شايف عندي الصبغه الحمراء كده اهو، شايف عندي الصبغه الحمراء هنا اهو وظهرت نفس الوقت هنا، ادي ادي عندي ابنورماليتي. واديك الابنورماليتي الثاني، افرض عندي حضرتك الصبغه الحمراء ظهرت هناك هنا اهو في الفاجينا، تمام ماشي اهي اهي. قول لي بقى مين اللي فوق مين اللي تحت؟ اللي فوق دي ايه؟ دي النوع الفيسلا ده ايه؟ نوع الفيسلا ده ايه؟ ها؟ دي بيزايكو فاجينا صح؟ ايه دي سبب الصبغه الحمراء اللي جت هنا ان في بيزايكو فاجينا. طب هنا دي يوريترو فاجينا، ليه قلت يوريترو فاجينا؟ لان في فتحه يوريتر ما انتش ايه؟ شايفها اصلا. فتحه يوريتر ما انت، امال ايه فايده الصبغه؟ يا ولاد هو انتوا عايزين تحفظوا كلمتين ومستحيل تحفظ كتابتها، مستحيل، لازم تفهم كويس اللي انا بقوله ده. يبقى النورمال ان بتلاقي فتحتين اليوريتر بالانديو كارمير بينزلوا صبغه ايه؟ صبغه حمراء نايم. طب وافرض يا دكتور لقيت الاثنين يوريترز بينزلوا صبغه، يبقى شغالين، يبقى اليوريترز في مكانها في البلادر اللي هو المثال اللي فوق يمين. لكن لقيت الاحمر كمان طالع لي في الفاجينا، يبقى في ابنورمال كوميونيكيشن بالبلادر والفاجينا. طب افرض يا دكتور اما حطيت الانديو كارمير لقيت فتحه يوريتر بس اللي باينه لي، والفتحه الثانيه انا مش شايفها اصلا، لكن في نفس الوقت الصبغه الحمراء ظهرت لي فين عندي؟ في الفاجينا. الله، يبقى ظهرت لي في الفاجينا بسبب ايه؟ يوريترو فاجينا الايه؟ فيسلا. خصوصا ان اسباب الفيسلا دي او اسباب الفيسلا دي اسباب ايه؟ واحده واحده. يبقى الانفستيجيشنز دي مهمه. الانفستيجيشنز دي اخبار ايه حضرتك عندي؟ مهمه جدا. انت يا ست الكل، كل انا بكلم رشا، بص يا رشا انت قلتي لي عشان بعد كده مش هنطلع من الحصه حافظين، انت جيتي لي يا ست الكل وانا مولدك وعلى راسي من فوق هعالجك ببلاش. اياك اياك مهما حصل ان انت عيانه حصل فيها مشكله ما وجات لك بعد كده تقول لها عالجك ببلاش، ده اعتراف منك ان ايه؟ ان انت السبب. لازم تقول دايما ان المشاكل ايه؟ وارده. المشاكل ايه؟ ممكن تحصل. حضرتك افتح الكتاب هتلاقي بالقانون بقسم ابو كرار ان وانت بتشتغل على يمين فروزن فيلفز دول اليوريتر ممكن يتعور بنسبه عندي اب تو 2%. مكتوب عندك ولا لا؟ افتح كده الكتاب هتلاقي بعد الاوستراكتد ليبر هتلاقي مكتوب ان هنا ممكن اتعور بنسبه 0.1 ل 1%. مشكوركم. وعلى فكره ده دفعنا. شفت الحركات؟ والوط الصوت بتاع اليحيى ده، بس حقيقي تقول ما حدش فلوس ده اعتراف منك. لا ده انت تقول لا عادي وده حصل، انت اللي زباله اصلا، انت اللي ابنك عجل كبير، انت متابع مع مين يا حمار؟ انت معاك يا بيقرا يعني ماشي، بس الواد كبر قوي بقى اسبوعين يا ستي. انت اللي اضطرتيني استخدم فورسز، فاكر كنت متوتره ازاي؟ انت اللي عامله مليون عمليه قبل كده، الحوض عندك ملازم. مش كده المفروض الاول ده حاجه اسمها كونسلنج. كونسلنج بتعمل كونسلنج في مصر ولا لا؟ لا. لو اتعمل عينها في ايه؟ تطش. بس ما كده بقيت. انا عامله ثلاث مرات قيصريه، اجي اقول لها طب اوكي اعمل لك ماي ميك اب بس تيك كير، وبعمل ماي ميك اب في احتمال البلادر يقول السلام عليكم. اروح لواحد ثاني ما يقوليش هذا الاحتمال. لكن انا لو حصل لها كده اقول لها ما انا قلت لك، بس هما بقى ياخدوها اه ده بيسبب، هو ناوي يعمل كده، شوف احنا متخيلين ازاي؟ شوف هو ناوي بيسبب. والتاني لو حصل عندي، طب التاني اللي ما قالهاش ان احتمال لا، ولو اتعور هيزعلها. وادي السيستم المصري، انت السبب، تلاقيكي بلوبر بلوبر، تلاقيكي رحت الحمام كتير مثلا، تلاقيكي نمت على ظهرك. فاهم؟ اي كلام، اي كلام. انت كنت مخليك شلت العيل الغلط من تحت، اي كلام. فاهم؟ احنا ماشيين، احنا ماشيين. رشروش للاسف انت عندك البول بينزل كومبليت بارشل وبالاكزامينيت. بصي هو انا مش شايف قوي الخرم الصراحه عشان انت الزباله والفاجينا فيها رجيم، تمام؟ فاضطر اشوفها باختبار اسمه ميثايلين بلو تاست.
قديم كانوا بيعملوا اي بي بي، قديم كانوا بيعملوا سيستوريثروغرافي، حديث قوي يعملوا كروموسيستوسكوبي، سيستوسكوب بالالوان. احنا ستاندرد في جوز عندي حضرتك مثاليه بلوتاس رشروشه، انت فعلا عندي فيشن. جوزها بقى ليه كده يا دكتور؟ عارف ليه كده؟ دي معناها ايه؟ معناها ما كنت تاخد بالك، لان الايتم اللي بعد كده اسمه ايه؟ الوقايه خير من العلاج. اياك بقى ترى بقى الوقايه بقى، خلاص دخلت بالمانجمنت، خلاص درس بيد بالظبط. لان عندي حضرتك البروفلاكسز عكس الايه؟ جورج ايه رايك؟ الله يكرمكم، مش خاص بالكرافت الليفر بادر منك اخوي. الله يكرمكم، مكتشف السي بي دي والعدسه دي بيعمل لنا قسطريه. الله يكرمكم، الات حديد في المستشفى لا، استخدام الفورسبس بقى ابسولوت. الله يكرمكم، لو عندي حضرتك عندي اديشن، طب افرض عندي اديشنز جامده، افرض عندي فعلا عيان عندها في اي دي وداخل عندي، انا احنا مش بروبل حضرتك عندي. اولا انت كجراح مش شغل كتير، او يبقى عندي عيان زي كده، انا بكلم زمايلي بيكلموني، يبقى حد كومبتنت مش انكونتنت، حد سليم هو اللي بيعمل العمليه. تاني حاجه قبل العمليه بعمل لها اي بي بي، يعني قبل العمليه بعمل لها ايه؟ بس هتلاقي الكلام ده مكتوب. قبل العمليه بعمل لها اي بي بي عشان اعرف فين الكورس بتاع الايه؟ الميوريتي. فاكرين زي اللارج فايبرويد سواء ايه او ايه؟ برود لمحت او سرفايكل، بلاش اعمل ايه؟ عشان شايف برود. تعالى كده، تعالى يمين يمين لفوق لفوق لفوق، ده انت لينا خالص، خليك عورت اليوم اهو، ده تبقى شايف. حاجه ثانيه جوه العمليه نفسها، انا ممكن ادكك اسطره اسمها ايه عندي؟ يوريتيريك كاستر. حلمت بيها وانا نايم من كتر ما عندي اللي بيعور اليوريتر ده بتبقى فضيحته فضيحه بجلاجل. فانا حلمت بكده فعلا، انا لقيته والله العظيم ان الموضوع ده قلت لهم ايه؟ ده فرحت لما احط هنا قسطره دي، انا ممكن من خلال سيستوسكوب منظار ادكك قسطره اليوريتيريك احسها. قلت لهم عايزها تنور. قالوا لي القسطره الجديده فلورسنت، ده لون اخضر كده، ابعد عنه. وحلمت انا بحاجه اكبر من كده، اعتمدت مش هنا في الكترولايت صوديوم بوتاسيوم وكلورايد وحاجات بتنزل، بعدين نحط هنا قطب موجب قطب سلبي، ما انا اللمبه بيون لما اللمبه بيون ينوروا كده، لما بحس ابعد عنهم. ماشي ابعد عن الكلام ده، خلاص بقى يا دكتور محمد حصل اللي حصل بقى، تعالى نعمل عمليه. لا 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 انا اسفه، لا يمكن العمليه بتاعتي غير اما اعمل ايه الاول؟ بري اوبرتيف عندي. يعني ايه بري اوبرتيف؟ اول سؤال هساله لك حضرتك عندي هو تايم انكم، وتاني سؤال ان انا لازم ابقى مشخص كويس، لازم اعمل الصبا والمنظار واعمل الصحه والنظافه. تعالى امشي زي ما الكتاب بيقول عنه. كاتب في الاول حاجه غريبه قوي، كاتب ايه تحت عنوان كونزرفتيف تريتمنت، ها؟ تيجي تقراها تلاقي ان ما فيهاش اي نوع من انواع الكونزرفيشن. مجرد بس بيجاوب على هذا السؤال، امتى؟ يعني ايه يا دكتور محمد؟ امتى عندي اعمل العمليه ده؟ يلا بينا، هيا بينا نلعب. افرض حضرتك عندي عوارض، وعرفت حضرتك عندي في التو واللحظه، اصل حاجه من اتنين، يا تعرف ايميديتلي هتخش عليا يا ليتر اون، بس هيدي كل القصه. طب ولو عرفت ايميديتلي يا دكتور محمد عندي، حسب التيشوز عندك، لو لقيتها عندي فرايبل والايديمتس زي مين؟ زي الاوبستراكتد ليبر، ما ينفعش تاخد فيها ايه؟ تاخد فيها غرز. بقول لك فرايبل ايديمتس تيشو كانك بتخيط الكريزه على الكريمه على التورته اللي في عيد ميلادك، بعد ما تخيط دول تيجي تعمل كده، ده كل حاجه غمزة من بعضها. فالفرايبل والايديمتس دي ملهاش حل غير ان يتساب فيها ايه؟ قسطره بول لمده قد ايه لو انت جامد؟ 2 weeks. وعلى فكره بعد كده في ناس كتيره بتجي تفرح زي الكونسبت اللي انا قلت في اول حصه، الكونسبت ده لو عندي الميكروباص عدى، لو من اول الميكروباص قفلته، من اول توك توك عندي نفخته، لا يمكن بقيه اهل التكاتك والميكروباصات ان هم يعملوا قله الادب دي، لان افتر 2 weeks الشارع ده بقى متسفلت خلاص، بقى حقهم زي اللي حصل بعد الصلاه، تمام؟ فانا من اول كده احط قسطره بول واحتمال. طيب وافرض يا دكتور محمد التيشوز مش فرايبل وايديمتس عندي، انا حضرتك ممكن اخد ايميديتلي اخد غرز في التو اللحظه، اخد غرز على طول. والله حضرتك عندي، او ممكن عندي، استنى، احتمال ثالث واخير. هو حضرتك عندي لو صغيره، لو فيس لحظه صغيره اسيبها ممكن تقل لوحدها، تلحق لوحدها. بعد ثلاث احتمالات.
لقيت التيشوز فرايبل والإيديمتس زي الأوبستراكتد ليبر ده أشهر مثال مش هقعد فيه أورز. حسيت بحط قسطرة إندوالينج كانتر 2 ويكس إن شاء الله تقفل واحدة. لقيت الدنيا نظيفة وشيك زي مثلا فورسبس اتحط فورسبس الدنيا مش أوبستراكتد تمام أو أنت عورت في عملية سيرجري تمام عورت بلادر أو اليوريتر كنت في برايمري أورز على طول. لو انت شايفها عندي يعني ورز خليها ايه افتر سيرجري قسطره البول دي خليها افتر اوبستراكشن عشان الامور تبقى واضحه عندك. طب لو لقيتها صغيره يكون ممكن تليف فور سبونتينيوس هيلينج تليف فور سبونتينيوس هيلينج ان هي تقفل ايه عندي لوحدها. طب وليتر اون يا دكتور انت بقى تعمل عملية؟ والله كلنا بتفضل نعمل عملية بعد 3 لـ 6 شهور من الحدث اللي حصل. ليه يا دكتور محمد؟ بعد حضرتك 3 to 6 months اما كل شيء حضرتك يزولف اما عندي الإديمة والفرايبيليتي والإنفكشن والبي ريزولفت بننتظر عندي فترة حضرتك عندي لغاية ان داخل على تيشوز صعبة. يعني ايه يا دكتور 3 لـ 6 شهور؟ لغاية امتى حضرتك؟ لغايه اما اهتم عندي بالصحه والنظافه. في الاغلب العيانين دول عندهم انيميك اللي يقول لي دي بقى جامد من ريكورنت سي تي اي وريكورنت انفكشن. دكتور لا ده حسب بص انت لو عورت عندي اكتشفتها في اول لحظه ولا اكتشفتها بعد كده؟ افرض اكتشفتها ايميديتلي بعد الفورسبس بعد عمليه بعمل هيستريكتومي ولقيت نفسي عورت بلادر بعمل هيستريكتومي لقيت في فتحه صغيره جدا ممكن اسيبها. بولد بقى واحده اوبستراكتد ليبر ولقيت اليورين لا ما اقدرش احط فيها بارز لان التيشوز في الاوبستراكتد ليبر بتبقى فرايبل وايديمتس من كتر الاوبستراكشن والفينس كونجستشن. احط قسطره بول واقول يا رب. افرض شفتها بعد اسبوعين ولقيت البول لسه شغال هضطر اعمل عمليه. هتقول لك امتى؟ بعد 3 to 6 شهور. انطير ايه حضرتك؟ until الإديمة تريزولف until الهيموجلوبين أما عليه until حضرتك عندي دول بقى مكتوبين عندك تحت عنوان investigation until حضرتك أما تأكد بجد بالصبغة إن حضرتك هي اللي هي بالميثانين بلو أنا عندي كام فيس لو مكانهم فين أما حضرتك عندي أعالج الريكورنت يو تي أي أما أعالج حضرتك الفالوفاجينيتس. تعالى استكول بعد ما نمرة واحد نتأكد تماما preoperatively ان انت الفيسلة فين ومكانها ايه ودي تبقى عندي الهيموجلوبين عالي عشان دي عمليات دقيقة reconstructive search فمحتاج oxygen carrying capacity ولازم تبقى الدنيا كلها اخبارها ايه نظيفة. بس طب يا دكتور ادينا اهو جيت لك بعد 3 to 6 شهور مين اللي جات لي دي؟ عورت البلادر في عملية وانا مش واخد بالي شخصتهاش ايميديتلي كانت فتحه صغيره وانا ما شفتهاش وقلت يا عم حتى لو فتحه صغيره ما هتقفل لوحدها وما قفلتش او اوبستراكتد ليبر عندي وحطيت قسطره او ما حطيتش وجات لي بعد كده ليتر اون بحضرتك بفيسلا هتاكد من تشخيصها هنضف الدنيا حضرتك عندي وهفضل حاطط فازلين او زي ما كاتب لك بيقول حاطط بتاع ده مش نيتريك اوكسايد نيتريك اوكسايد ده بيستخدم في ايه؟ لا الثاني سيلفر نيتريت سيلفر نيتريت كان فاكر في الكيوبيتس السر تمام؟ احط عندي فازلين او اي حاجه تمزلق البول ده تعالى استكول بقى اعمل لك العمليه يلا قول لي العمليات بتاعتي يا ايه ايه؟ مين الاحسن؟ مش واضح عندك مش واضح الديفلوبمنت اوف لاب سبليتنج. طب ازاي يتم عندي اختيار العمليه؟ احنا هنرجع نقول الكلام 20 مره في اليوم. ادي الفيس اهي باساس درجه الموبيلتي ادي الفتحه ايه؟ اساس ايه ده؟ اتحرك الحمد لله ات موفز ويل تعال 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 اعمل خش من الفاجينا واعمل انسيشن بتاعك حاضر حاول تدستكت بتوين مين المين؟ بتوين الفاجينا وول والبلادر عارف عندك بدقه يقول لك والدستكشن يبقى حوالين فتحه الفيصل على الاقل سنتي ونص اثنين قدرت تسلك كده سنتي ونص اثنين داير ما يدور 360 درجه فصلتهم عملت فلاب سبليتنج عملت دي دبلمنت يلا شيل الايه تراكت شيل الفيصل ستراكت كده يا دكتور بقى عندي خرمين خرم هنا وخرم هنا ما تقلقش صلح كل خرم ايه؟ ازليه لوحده
صلح كل خرمة عندي أزمير أزلية بالوحدان. يا سلام جميل قوي. وحط فيها ايه عندي؟ أسطرة. حطها لمدة تدي على قلب اسبوعين. عارف ما حطش أسطرة؟ عارف البول اسهله اللي ينزل في مطرح العملية اللي انت عملت يبقى مظهري. عارف لو الأسطرة دي مش بالك انك عامل عملية، اي عملية ممكن ينزل منها دم. شايف نقطة الدم دي عملت ايه في الأسطرة؟ قفلتها. عارف لو حد عارف عندي معدل البول في البني ادم الطبيعي قد ايه في الدقيقة؟ قد ايه في الساعة؟ قد ايه في الساعة؟ من 30 ل 60 مللي في الساعة، من نص الواحد مللتر بير مينت زي ما انا كاتب لك. 30 ل 60 مللي في الساعة. عارف دي لو اتسابت ساعتين 120 مللي وهي اوبستراكتد بدم زي كده، هتلاقي حضرتك عندي البول يمشي هنا على طول. مش كده تلاقيه في عندي قواعد احنا عارفينها. ايه القواعد عندي؟ القواعد عاملة انا مش عايز اي تنشن. ايه القاعدة؟ مش عايز اي بول هنا، مش عايز اي تنشن على الشوت السوتشرز دي. انا عايزها تهيل كويس. تهيل كويس. يا ريتني اخد عندي دبل لير ولا سنجل لير احسن؟ مين اللي احسن؟ دبل لير. هما الغلط ايه يا دكتور؟ غلط الفايبر ستيشن. هنا مفيش فايبر ستيشن. بقت هي العملية الاحسن. برافو عليك. وهتلاقي في البيت كلمة تضايقك. هتلاقي اللي يقول لك البلادر دكتور محمد قال لي عندي المصل وادي عندي جوه الايه؟ الميوكس ممبرين. بيقول لي يا ريت حضرتك عندي اما تلاقي عندي قطعه اما تيجي عندي تاخد غرز، تاخد غرز فين؟ في المصلس. ما تاخدش الميوكس ممبرين. ليه؟ مش عايز غرز جوه. مش عايز عندي اي فتله جوه هنا في الميوكس ممبرين. ان الـ 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 الخيط اللي انت بتسيبه ده سهل جدا ان الاورجانيزمز اللي هنا تمشي عليه تمشي عليه تمشي عليه لغايه ما يخش جوه. ده تفسير ايه؟ يقول لك افويد الميوكس ممبرين. خد غرز بس عندي في الماسكوليتشر بتاعت البلادر. لكن افويد انك تاخد الميوكس ممبرين معايا. وهو هيهيل هيابيثيلايز سلايز بعد. فاكر السنه اللي فاتت في الرومان قالوا لك ايه؟ قالوا لك لو الكونجنتايف دي كلها اتشالت بترجع تاني بخلال قد ايه؟ ها؟ 24 hours. Epithelium regains itself in 24 hours. فالميوكس ممبرين ده هيلحم مع نفسه. ده بس ابروكسيميت المصل وبالتالي الميوكس ممبرين هي ابروكسيميت هو يلحم لوحده. افويد الغرز فيه عشان ما يجيلكش انفكشن جوه البلد. عمليه صحيح مش صعبه، عمليه مش سهله، عمليه صعبه. ريكونستراكتيف. نسبه الفيلير ريت عاليه عاليه. القواعد اللي بقولها دي مهمه. يا رب يا رب الاقيها عندي موبايل، يا رب اقدر اعمل فلاب سبليتنج. يا رب اقدر اخد كل عندي لير لوحدها وانت بتاخد البلادر. افويد عندي انك تاخد الميوكس ممبرين، خد الفاجينا حضرتك لوحدها والباقي بقى عليكم بقى. والبوست اوبرتيف اللي انت بقى الامتياز انت اللي هتدمرني دلوقتي حالا. طب افرض يا دكتور ما لقيت في فايبرس تيشو كتير 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 كتير. للاسف مش هعرف اسلك غير الاثنين من بعض. للاسف هخش عندي كده اخد زي الطبق. بس واخد بالك هاخد منين كتير؟ من الفاجينا. وهنا يا دوبك هاخد حاجه صغيره من على الادج بتاع الفيصل من البلادر. البلادر دي ما تسامحنيش ابدا. انا مالي ومالها؟ مين المحترف في البلادر؟ بتوع المسالك. انما دي منطقه انا عايش هنا. عشان كده بدينا ناخد هنا كتير وهنا قليل. عارف لما اتشالت بقت شبه مين؟ طبق السوسر. وعلى فكره انا متضايق جدا لان هضطر اقفل ازم ايه لير؟ السنجل لير. عمليه اسوء. عمليه سيمز. اس السوسر اس مين؟ اس سيمز. طب يا دكتور لا مؤاخذة طالما انتوا ما بتعرفوش تشتغلوا ما تجيبوا حد يشتغل احسن مننا. مين احسن مننا بيني وبينك؟ طب مسالك. مسالك بنسيب لهم ايه؟ الحاجات العاليه والصعبه اللي ناحيتهم. طب انت لو قلت لي العاليه والصعبه ممكن اسالك بقى سؤال. ايه الانديكيشن فور ابدومنال روت؟ لو تقول لي تبقى جامد. مين اعلى فيسلا؟ يوريتيريك فيسلا. ومين اصعب فيسلا؟ لا مش تعرفوها طبعا. الريكارنت فيسل. يعني ايه الريكارنت فيسل؟ يعني انت عملت عمليه وفشلت. احسن نتيجه مع مين؟ مع اول واحد طبعا دخل. اول واحد دخل الدنيا بعد كده ليست. اجي بتاع مسك يا بيه بص انت دفعتي وبتاع وحبيبي بس انت اخترت سكه انضف مني. لو سمحت انا عملت عمليه فيسل وفشلت. حضرتك عندي. لو سمحت تعالى حضرتك ايه وصلح ابدومنال. هم بقى ولاد لذينه بقى. انا انواع كتير. شايف البريتونيوم؟ ممكن يشتغل ترانسبيريتونير. عارف يعني ايه ترانسبيريتونير؟ فتح البريتون. ترانسفازايكل فتح البلادر خش. وممكن يشتغل من هنا يبعد البريتونير لغايه ريترو بريتونير. مالكش دعوه بقى بالتكنيكس عامله ازاي. بريتونير ده شايف القماشه دي؟ انا اقدر اسحبها لفوق
ده الامبيكس بالسرة اسحب البريتونين اللي بقى اشتغل ريترو بريتونين ممكن اشتغل ترانس فازايكل ممكن اشتغل اكسترا فازايكل لك بقى بكل تفاصيل بس اكتب بس جنب انا ضمن الروت مسالك مش احنا مش احنا خالص طب واكتب جنب بوست اوبريتيف كير مين بقى؟ الامتياز الامتياز وجدع موت اللي يقول لي ايه المطلوب منك؟ ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك تقعد جنب العنق مدة قد ايه؟ مدة اسبوعين اسبوعين كاملين بتراقب مين عندي؟ بتلاقي باليورين رباك دي اندوالك قابعة والله العظيم لو ربطك اخد غرزة في فخدك واربطك في الكيس البولد اهو اسمع واجيب لك السندوتشات حجمولك كده بفتحة السجن الصغيرة في طبق كده كل يوم بالليل انت تبقى قابع معاها اسبوعين على غير صعب على بعض لا حضرتك الكيس البولد ده لازم تشيك عليه every 2 hours كل ساعتين تتصل بيا ما تصلش بقى ما تزعجنيش تبعت لي مسج على الواتساب وتقول لي ايه حضرتك عندي 120 120 120 معناه ان البول شغال بول شغال بول شغال مفيش obstruction كير obstruction 2 hours هنا 120 مللي هتضغط على ده الدنيا العمليه بتاعتها هتبوظ فاهم حاجه البوست اوبريتيف كير هي مين حضرتك عندي القسطره قسطره قسطره ولما تيجي حضرتك عندي تشلها حضرتك هذه القسطره العيانه ممكن تمسك نفسها اقول لها تمسك نفسها لازم تتبول كل شويه اقرا كده اقول لك وهي صاحيه كل اربع ساعات كل ساعتين قصدي وبالليل وهي نايمه كل اربع ساعات عشان ما تقعدش حمام كتير وهي صاحيه الصبح كل ساعتين مش عايز هنا بول تنشن فري تنشن فري اي دونت نيد تنشن كل ساعتين بخش الحمام وبالليل بقول براحتي بس بالليل مرتين كل اربع ساعات اصحى عندي وخش الحمام الله يكرمك الله يكرمك طب دكتور يعني تعرف من ساعة ما حصل لي كيس جوزي وبتاع وقرف وريحة وحشة وبعيدة عني وبتاع ارجع بوست اوبرتيف استأنف عندي العلاقة الزوجية ولا 3 اشهر على بال ما حد يجي يخش المنطقة دي قول لي ليه كده عملية سهلة ولا عملية صعبة؟ خدوها بقى قاعدة ايه حضرتك القاعدة دي؟ ان حضرتك بعد اي فاجينال سيرجري ممنوع العلاقة شهر ممنوع الحمل سنة انما بيفصل عشان اصعب عمليه بعد حضرتك عندي الثلاثه ممنوع العلاقه 3 اشهر وممنوع الحمل حضرتك اب تو سنتين ثلاثه كمان كارثه مش عايز المنطقه دي حد يجي ناحيتها فقاعده بوست اوبريتيف عندي على فكره القاعده دي تمشي في درس البرولابس عمليات البرولابس عمليات الاستريس رينكومبنس وعمليات حضرتك الفيسبلا هتلاقي كل العمليات دي ريكونستراكتيف كلها لو قريت هتلاقي ان بنحط هنا حشو 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 بنمنع ان يحصل ايه؟ هيموريج برافو عليك بنمنع ان يحصل كبس 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 ادي اول حاجه حشو تاني حاجه الانتر كورس العادي مسموح بعد شهر وان مانث البريجنسي العادي مسموح افتر ايه؟ افتر 1 يير الا الفيسبا اضرب في ثلاثه على طول انتر كورس بعد 3 شهور والحمل حضرتك بعد ايه؟ هتلاقي برضه عندك كاتب بعد سنه بس اسمع كلام اخوك كبير دي عمليه مش سهله. من سنه لثلاثه يا سيدي يلا. ويوم ما تولد بتولد ازاي ان شاء الله الحاجه دي؟ طبعا طبعا ما دي ولاده طبيعي عشان ترجع تبوظ لي الدنيا تمام؟ معظم الريكونستراكتيف سيرجري دي بنحب نولدهم ازاي؟ حتى ايفن لما تعلى قوي بقى وتيجي تاخد معايا الدكتوراه اللي بيعملوا كلاسيكال ريبير تولد فاجينال ولا سيزيريا؟ اقول لك العلم اقول لك الام ار سي او جي ريكومنديشن تولد فاجينا يا دكتور ده الدنيا هتفتق بعد كلاسيكال ريبير يقول لك فاجينا البطويض جنس ميزيوتر عشان ما تعملش بريشر جامد افتح عندي جامد هتهوي الدنيا وبعدين ابقى اصلح العيانه هترضى لا يو لا العيانه هترضى ها ولا مين كمان هيرضى جوزها هيرضى ها وفضل واحد ولا مين كمان هيرضى ولا الدكتور هيرضى انا متاكد بعد كلاسيكال ريبير هتقول حرام يا دكتور انا اتعذبت في العمليه والبوست اوبر ديفير بتاع الكلاسيكال ريبير دي حاول الطبيعه يا دكتور عشان ابوظها تاني ده انا عمال اقول الصغيره حتى تكبر ده انت فضلت ماجل العمليه عشان ما اولدش عشان لو حبل التاني الكل يفضلون سوري ولو ان علميا البرولابس الولاده الفاجان علميا ينفع عمليا لا ماشي بس ملاش دعوه عشان مش موجود عندك وتوتا توتا وخلصت الحدوته اه بس بقى لي سؤالين يلا سؤال في الكاس لا مش سؤال بقى في الكاس الاوبري سؤال في اليوريتر يلا يا ولد حد يقدر يقول لي يوريترو فاجينال في اسمها يوريترو فاجينال ولا فاجينال يوريتيك يوريترو فاجينال ما شاء الله ديفاين ات يعني ايه يوريترو فاجينال
abnormal communication between the uterus and the vagina. تمام. ثاني حاجة etiology. إيه etiology بتاعها؟ تيجي أقول genital يا chromatic يا inflammatory. أمكتبكم ومصر على حاجتين كبار يا إيه؟ يا chromatic يا necrotic يا chromatic. طب وإيه أنواع الكروموز اللي عندي؟ يا obstetric يا surgical. طب تفتكر اليوريتر هيبقى أكتر obstetric ولا أكتر surgical؟ أكتر surgical. هيبقى أكتر في الدول المتخلفة ولا الدول المتقدمة؟ الدول المتقدمة. برافو عليك. بيحصل أكتر مع جراحات. أنهي جراحات؟ أنهي جراحات؟ اللي لما تلاقي البطن فيها إيه؟ يعني إيه مليسة؟ أما مليسة بنين وبيتها كله مليسة. يعني إيه أسباب فروز الفلبس؟ في أي دي إندوميتريوس كانسر أوفري مالتيبل بريفيس سيرجري. ساعتها العيانة دي اللي جالها يوريترو فاجينال فيستولا إيه الكومبلينت بتاعها؟ إنكونتنس. خد دي أنهي نوع من الإنكونتنس؟ كومبليت ولا برشا؟ يعني كده ينفع وكده ينفع. انت كومبليت وانت فارشل. اللي يقول يبقى يا ولد يونيلاترال ولا بايلاترال؟ انت تستحقي 50 جنيه لو يونيلاترال. والمعتاد ان هي تبقى ايه؟ لا المعتاد ان هي تبقى يونيلاترال طبعا. هو انا اطبش رحت حضرتك تاك مع كنت معاه ما مهزها هنا وموجهها ورا تمام. فاليونيلاترال هتيجي حضرتك بارشل. ليه؟ ليه؟ ليه يونيلاتر راح تجيب بإنكمبليت يوريني؟ ليه؟ دكتور احيانا بلاقي البول نازل من هنا واحيانا بمسك نفسي. فاهم؟ اوعى يكون حد مش فاهم، بس انا بفاجئ وانا نازل على السلم ان ناس كتير ما بتبقاش فاهم اللي انا بقوله ده. ادي اليونيلاترال فيسبلا. ها يلا ليدي بارشال. ها قولوا بقى. يا نهار اسود الاحمرار في الحتتين يا ولاد. يا نهار اسود. احيانا يا دكتور عندي البول بينزل هنا فانا بشتكي. واليوريتر السليم بيجمع بول في البلادر. طب اجمع بول في البلادر بيجي لها الايه؟ الرغبه. طب ما بيجي لها الرغبه يبقى تخش الحمام. برافو عليك. احيانا يا دكتور بخش الحمام احيانا بلاقي نفسي متبلبله. امال البايلاترال فيستولا؟ ها على طول مبلوله. بايلاترال فيستولا تبقى ايه؟ لا ودي بقى بنلعب بيها بقى في اخر السنه في الشهر. بس ده مستوى متقدم اللي هو انا يلا بسم الله الرحمن الرحيم مذاكر يا ابني. اوستاتريك ولا جاينك؟ اوستاتريك يا بيه. حتى في اخر السنه اللي بدات هسالك جاي. والنبي بلاش يا بيه. والنبي بلاش. انت جايب لي واسطه. انت ابوك ياض مين؟ استاذ عظم كبير. ابوك ما بتعرفش ياض الواسطه حرام. الكلام ده بيحصل؟ سلم لي على طول. يلا انت بتسالني انت ما بتعرفش يا ابني الواسطه. ده حلم حياتي بقى ان انا اعمل كده. تمام؟ والله بسالك في اصعب حاجه في الفيسلا. ما بلاش. عشان تتسئل في الفيسلا وتجاوب وتجاب واوصل لمرحله ان يا ابن الفيسلا الشكوى ايه؟ الناس كلها ايه؟ مفيش. انه اعمى لا يرى، اصم لا يسمع، كانها تماثيل من الاصنام. وتوصل في الاخر ان اقول لك عندي ايه الديفرنشال دايجنوست بتاع البارشال والكومبليت. طب عارف كده الكومبليت هي مين؟ الباسكو فاجينا او انهي فيسلا؟ طب والانكومبليت هي مين؟ يونيلاترال يوريتيريك او ايه؟ او سمول هاي بالبلر. عندي حضرتك بزاكو وجاي. الصياح شفت عندي الصياح. تمام؟ ادي عندي حضرتك البارشال وادي حضرتك كومبليت. هو ده المغزى والمغرز من الدرس كله. ايه يا دكتور عندي حضرتك الكومبليت؟ الكومبليت البزاكو فاجينال فيستو. او البايلاترال حضرتك يوريتيريك. طب وامتى تبقى بارشال؟ يلا امتى؟ اللي جاوب يبقى جامد. في اليوريتر لو يونيلاترال صح يا ولد. طب والبزاك امتى تبقى بارشال؟ هاي سمول بابلر. يا ولد يا ولد يا ولد ما شاء الله ما شاء الله شو جوزان. ها ماشي طيب كم؟ ودي اليوريتيريك. يلا يا ولاد فضل لي دقيقة عشان امشي عايز اتاكد منهم. عايز اتاكد بجد عندي يوريتيريك هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ برافو عليك. عندي صبغه وعندي منظار نفس الكلام. طب لو عملت مثيلين بلو تيست اللي هو ثلاث قطنات وعندي يوريتريك هلاقي ايه؟ القطن مبلول ازرق؟ لا بس مبلول وبس. لان لا يمكن الازرق يخش له، لا يمكن الازرق يخش له. طب لو عملت سيستوسكوب ويز انديجو كارمين كروموسيستوسكوبي ايه الاخبار عند حضرتك؟ هلاقي ايه حضرتك؟ هاساس الفتحات. والله لو شاف الفتحتين مفيش يوريتريك فيست. لو شاف فتحة واحدة بتنزل لون أحمر انديو كرمين والفتحة التانية مش متشافة لكن لقيت الأحمر بينزل من الفاجينا يبقى دي مين؟ يبقى يونيلاترال يوريتيريك فيستولا. نفس الكلام نفس الكلام. طيب
والتحضير ما قبل العملية. أرجوك تهتم بالإيه والإيه، بالصحة والنظافة. والعملية بتاعتي مين اللي يعملها، أنا ولا هما؟ لأن هما أشطر إيه، أشطر من السؤال بقى اللي علشان الجماهير كلها بتكوها تمشي. ده سؤال من عندنا بقى. تمام؟ في حضرتك فيسلة بين اليوترس والبلادر، اسمها ايه بقى الفيسلة دي؟ بزايكويتراين ولا يوترو بزايكل؟ اسمها لا يوترو بزايكل، لان المية ما تمشيش. لا مش كده، ما تمشيش عليه فرشرات او فرشرين اكتر. شكوة العيان، الحق يا دكتور، بول بينزل مع دم الدورة ولا دم الدورة بينزل عند حضرتك مع البول؟ دم. فهنا في حاجتين وللاسف الراجل مش جايب فيهم سيرة. دم البول، دم الدورة اللي بينزل مع البول، الشكوى دي اسمها مينو يوريا. الشكوى دي اسمها مينو يوريا. اخيرا واحد عربي شخص هذا السندروم، اسمه مين ده؟ يوسف. اسمه يوسف سندروم. ايه الديفرنشال دياجنوست على مينو يوريا؟ قلناها في اول الحصة ايه؟ يوترو وزايكل فيسلا. لا قول الحاجة كمان، اندوميتريوزس في البلادر 50 pounds and it will not return. خلاص؟ السؤال الثاني على اليوترو بزايكل فيسلا، ايه علاجها؟ اللي يقول يبقى جامد. ايه العلاج؟ ده كده على اليوترو بزايكل فيسلا. ايه العلاج؟ ها؟ مين اللي هيعمل جراحة؟ أنا ولا المسالة؟ شوف بالك هي بيني وبين المسالة، هيعمل جراحة. والله أنا ممكن أصلحها من غير جراحة خالص. يعني إيه سيروسي؟ لا انا ماليش دعوه بالاندوميتريوز، انا بتكلم عن زاكو جانو فيسلا. لا 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 الاندوميتريوز مش السبب، السبب اسبابها ايه؟ ده انا بقول لك ده ديفرنش دياجنوز. ايه كمان بينزل دم مع البول؟ اندوميتريوز. لكن عندي فيسلا عايزها تختفي من غير ما حضرتك عندي اتدخل جراحيا. دي 50 جنيه، انت اتكلمت صح. قول على السؤال، قول على السؤال. بس انت استنى بس بكمل الكلام. سي او سي ان اي مانور، انا عايزك بلا امنوريه، عايزك بلا امنوريه. ما تنزلش عليا دم لو الطريق، اصل هو ده الكونسبت. لو ما حدش ماشي في الطريق ايه اللي هيحصل؟ الطريق يلف لوحده. هو ده الكونسبت، هو ده الكونسبت اللي عندي. انا عم عملت عندي قيصريه، عورت اليوترس مع البلدر، مش خايف. ادي سي وسين كونتينوس مان، ما شاء الله عليك. هيحصل ابنوريت، الدم مش هينزل هنا، ايه اللي هيحصل في الطريق؟ هيقفل هنا، هيقفل لوحده. ايه شباب؟ مين اللي معاه كانسر اوفري احل لكم الكيف بتاعه؟ في الاسئله اللي واقف معاك؟ كل حد صح؟ اللي عايز يمشي يمشي، واللي عايز اقول له كي وريه. طب انا عايز اليوم بقى عايز حاضر حاضر. والله في وجهه نظر انا ممكن 24 ساعه الصراحه، لكن في وجهه نظر الناس الثانيه اسبوع اسبوعين. ده في مره كده بيبقى up to 3 to 6 weeks. It could take time, it could not. أقول لك يعني. إيه لو قفلوا فيه؟ لا أنا لا 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 لا. هقول لحضرتك حاجة، إحنا عارفين حتى الكيف يعني، هقول لحضرتك حاجة. بس الورق ده لمصلحتكم، مش هكرر الكلام ده تاني مرة. الورق ده وغيره وغيره وغيره. ينزل على النت ولا يروح مكتبة الكلية.